مساء الخير كل الحاضرات والحضور، ودي الحلقة الرابعة، الجزء الرابع يعني من سلسلة رحلتي الخاصة برحلة صديقنا العزيز الأستاذ أحمد حلقان. وفي الحلقة دي هيبقى يعني اللي اخترنا ليها عنوان يعني شفته مناسب، هو يعني البحث عن بداية. فأنا شايف إن يعني حتى العنوان جميل، يعني إن في ناس كتيرة عاشت حياة فيها اضطراب، مش هم ده اللي كانوا عايزينه، الصدفة العشوائية العبثية الحياة نفسها بتوجد أشخاص في أماكن وظروف ما كانوش يتمنوا يتواجدوا فيها، ولا أي إنسان يتمنى إن هو يعيش في بيئات بعينها. فهل من الممكن إن الإنسان يغير من مصيره؟ طبعاً ده بالتأكيد مش متاح للكل، أحيانا بتبقى الظروف أصعب من أي عزيمة لأي شخص، فلازم نعترف بضعفنا الإنساني. وفي بعض الظروف اللي من الممكن الشخص يؤتى من الذكاء، من الخبرة، من روح المغامرة، من الأولويات في حياته. يعني ممكن واحد يفضل مثلا الحرية على الأكل والشرب، في واحد ممكن أولوياته تختلف. على أي حال، إن في بعض الأشخاص قرروا إن تكون لهم بدايات مختلفة عن البدايات اللي وضعتهم فيها الظروف. فدي تجربة مهمة وملهمة لناس كتيرة، عشان كده أنا شايف رحلة صديقي العزيز أحمد حلقان لها أهميتها. ده قبل ما هطلعه دلوقتي على المسرح، وفي تفاعل مع التعليقات اللي بتيجي، في تعليقين اتكرروا كتير، فأنا راح أقولهم له بالمعنى، وأحب إن أنا أسمع رأيه فيهم، وأعتقد يعني إنكم أنتوا هتشاركوني إن هم يستحقوا التعليق قبل ما نبدأ في تكملة مسيرة رحلة صديقنا أحمد حلقان. فمساء الخير صديقي العزيز. أنت قافل الصوت. مساء الورد، أهلا بكل الناس الجميلة اللي بتتابعنا، أهلا وسهلا. بص يا سيدي، في اعتراضات كانت او يعني ملاحظه بتقول شوف انت مثلا، انت اللي قلت بنفسك انت تركت الدين الاسلامي واعلنت الحادث بشكل واضح وصريح وفي عنف وحتى غلظه، لو حبينا يعني نروح لابعد مدى. ومع ذلك يا اخي شوف مثلا مشايخ السلفيين، وانت ذكرت منهم اسماء، ومن المشايخ اللي معروف عنهم في تصوراتنا ان هم متعصبين وعنيفين ومشايخ كمان من الازهر، ومشايخ من الدوله، والحبيب الجفري وما اعرفش مين، وشفت ازاي كانوا بيعاملوك بلطف وما فيش حد تعرض ليك، حتى يعني المشايخ اللي انت كنت جزء منهم، وحتى مثلا في الشارع بتاعك ما حدش يتعرض لك. فأديك انت هو بنفسك قلت اني لا، ده مجتمع زي الفل، يعني الصورة اللي احنا واخدينها عنه عفوا انا واخد دور يعني، فايه اعذروني. السلام عليكم. ف يعني شوف، لا الوضع مش بهذا السوء. طبعا انا مش راح اقول رايي، لان زي ما انت قلت الحاجات دي، انت قلت فيه انك انت تعرضت للعنف يعني، فانا عايز اقول ان هي دي بمنتهى البساطه وانت تكمل، يعني ان دي مغلطه ايه؟ مغلطه تخش في عيب يخش. مغلطه تخش في عيب. او مغلطه مثلا ايه؟ انت شودري. اشوف هاخد كلمه انت قلتها هنا وكلمه انت وابني عليها كله، طب والباقي اللي اتقال؟ هتستعبطني يا هرم؟ ازاي كان بيتعامل في الشارع؟ هو اللي سمع الحلقات ما سمعش انك انت كنت متعرض، اتعرضت للضرب والاصابه اللي فيك والى اخره، واضطرارك انك انت تغير من سكن لسكن ما سمعش كل ده، سمع بس انك انت المشايخ هم كده، وانك انت في الشارع بتاعك ما حدش اتعرض لك، واهلك كانوا كويسين معاك رغم ان هم سلفيين، فسمع حاجات، والحاجات الثانيه هو ما سمعهاش ولا بتستغفلني يا هرم؟ اتفضل يعني ايه تعليقك على النقطه الاولى دي؟ اتفضل. هو اولا انا يعني ما اتمناش ان المجتمع بتاعي يكون وحش، او اتمنى ان الناس تكون عنيفه او المشايخ يكونوا سيئين وكده، ولما حكيت على مواقف ناس منهم انا ممتن يعني ليهم على ان هم كانوا كويسين وكانوا
يعني غير عنيفين معايا وما تأذتش بسببهم، ياسر برهامي او الجفري او كل الناس دي. انا طبعا سعيد ان هم ما حرضوش على العنف بحقي شخصيا، سعيد ان المجتمع بتاعي الى حد ما قبل ان انا اتحاور معاه وطلعت في التلفزيونات. لكن الحقيقه انا دفعت ثمن ده برضو الى حد كبير، يعني انا تعرضت لمواقف كتير كانت حياتي في خطر، اتعرضت لمحاوله اغتيال، يعني حاولوا قتلي، ودي امر ليس سهلا، وده مش شكوى، دي مش شكوى، يعني انا مش بشتكي، خلاص انا في امان دلوقتي، انا مش بشتكي لما بحكي الحاجات دي. انا المجتمع ده انا بنتمي ليه، انا بنتمي لهذا المجتمع، والمجتمع ده انا مش بشعر بالتفوق عليه او التميز عنه، انا زي اي واحد في المجتمع ده. فبكون سعيد لما الناس دي تبقى بخير وما يكونوا في سلام، ولما يكون عندهم مبادئ عصريه وحديثه ويكونوا زيهم زي بقيه الامم. انا لما بقول ان اوروبا جميله بقول للمسلمين كده علشان انا عايزهم هم كمان يبقوا جمال، وعايز الشعوب دي تبقى افضل، اللي يمنحها ان هي تبقى افضل. فانا مش بتبلى على الناس او بشتكي منها. بعدين انا كمان مش لوحدي اللي تعرضت للاضطهاد، في ناس ماتت دفعت حياتها ثمن لكده. لا ننسى عمر باطويل قتل امام بيته وهو شاب عنده 17 سنه، مراهق طفل في اليمن، وقتل بالرصاص رغم ان هو ما انتقدش الدين وعمره ما طلع على ان هو ملحد، هو انتقد الكهنه وانتقد رجال الدين على دورهم السلبي في المجتمع بتاعه، بلده بتدفع ثمن غالي بسبب هذا الدين، واليمن في بؤس وفي تعاسه وفي الم، فهو قتل هذه الكلمات. ولا ننسى الشاب الكردي اللي قتل منذ يومين بسبب دخلوا قتلوا لانه قالوا انه يزدر الدين الاسلامي، وخرجت عائلته لا لتطالب بحقه في الحياه او كده او في حقه بتعبير الراي، ولكن خرجت لتقول انه لم يزدر الدين الاسلامي. ايضا فرخاندا التي قتلت وضربت حتى الموت في افغانستان، وخرج ايضا اهلها ليقولوا انها لم تكن تزدري الدين الاسلامي، ولم يخرجوا ليقولوا ابدا ان هذه الشابه من حقها ان تبدي رايها. فالعالم الاسلامي اللي ينكر ان في اذى وفي عنف ضد الناس اللي هي بتنتقد الاسلام يبقى ما يعني يبقى محتاج يراجع نفسه جامد، محتاج ان هو عشان ده الانحياز بيخلينا نرتكب مغلطه خش في عبد خش. بس يعني لا يعني حتى لو بدينا نبرر لبعض احداث العنف، فمثلا نقول مثلا فرق فوده كانت لاسباب سياسيه وكلام زي كده، طب ونجيب محفوظ، طب وسلمان رشدي كم مره في محاوله اغتياله، واخر مره طبعا اللي هو مصاب الراجل وكلام زي كده اهو. فيعني ما نقدرش يعني يا جماعه مش معقول كده. بالعكس انا سعيد بانك انت لما وبحب جدا لما واحد مثلا انا استضيفه مثلا لما يكون مسيحي وخارج من المسيحيه، ان مش يقول ان كل وحش لان كده انت مش موضوعي. لا اكيد قابلت كهنه كويسين، اكيد قابلت ناس كويسه جوه الكنيسه متدينه. انا بقول يا استاذ ارنست دايما إن الناس مش وحشه، الدين هي اللي وحش، الدين هو اللي وحش. مظبوط، ومع ذلك في ناس متدينة وبرضو كويسة، لكن احنا بنتكلم على الأثر العام اللي بيتركه طريقة التفكير الدينية، ان هي في البعض انسانيته بتتغلب على اللي بيسمعه، لكن التعليم الدينية بطبيعتها رافضة للآخر وتؤدي الى العنف على قدر القوة اللي تتواجد فيها هذه الطائفة. فلو على فكرة اعترف الشيخ وزير اوقاف سابق اللي هو سلام عبد الجليل كان وزير اعترف بان انا الافكار بتعرضني للخطر لما طلع في قناه دريم وقال انا بقول ان احنا لازم نحطك في السجن عشان ما حدش يقتلك. قال كده يعني وشاهد من اهلها، يعني هو بيعترف ان المجتمع هيقتلني. قال لو انا خايف ان احمد يطلع من هنا حد يتعرض له، وبعد ما تعرضت لمحاوله الاغتيال طلع تاني في التلفزيون وقال في الحقيقه انا حذرت وقلت حطوه في السجن عشان ما حدش يتعرض له، وكانت النتيجه ان هو اعتدى عليه هو وزوجته وحصل كذا وكذا وكذا، والحلقتين موجودين على اليوتيوب. هو شيخ وراجل مسؤول وكان وزير اوقاف سابق، واتكلم وقال ان اعتبر ان ده جزاء طبيعي، ولما اتكلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وطلع في حلقتين يقول كده، طلع برضه وانا مش موجود في حلقه انا ما كنتش موجود فيها، طلع قال من بدل دينه فاقتلوه، ده حد الرد، وده كان وزير اوقاف. انا باكد على النقطه دي، يعني الراجل وزير دوله، راجل دوله. ف لا كان في خطوره، انا ما سبتش مصر بسبب الخطوره الامنيه عليا، رغم ان انا كنت في خطر، لان
كنت راغب في ان انا اكمل في مصر مهما كانت النتيجه. ما تسالش ليه قوي يعني، يعني في ناس بتقول اللي هي الشجاعه او جنون او بطوله او كده، بس الحقيقه انا ظروفي كلها على بعضها معقده يعني، تربيتي ونشأتي وحياتي كراجل قضيت عمري كله في خدمه الدين، و وعندي حرص من نوع خاص على ان الناس تفهم دور الدين السلبي في حياتها، كان يعني مخليني حريص جدا على ان انا افضل في ارض في مصر. فهي اللي نقلني لتونس قصه حب يعني او قصه ارتباط يعني، وما كنتش ناوي ان انا اهاجر، انا كنت بعتبر تونس ومصر يعني مدينتين، او تونس مدينه كانها مدينه قريبه جدا من القاهره ونفس الثقافه وكده، وفي نفس الوقت انا بتردد على يعني بروح واجي. لكن انا لما رحت تونس بالطريقه اللي هم اضطروني والجاوني ان انا اروح بيها، ما كانش بايدي ان انا ارجع. وعشان كده هنا نبدا، ممكن نبدا الحلقه بتاعت النهارده برضو، عشان كده انا بدات حياتي من جديد في بلد مختلفه تماما، ودي مش سهله زي ما الناس ممكن تتخيل في الواحد في سني يعني. في نقطه تانية بس يا اما انك انت تبدا في الرحله طالما انت عملت المقدمه او نقول لك الاعتراض الثاني، او يعني مش الاعتراض الثاني او الملاحظه الثانيه. نسيت لا زي ما تحب يعني. لا تفضل تفضل تفضل، نسيت يعني. انا شايف يعني اشكرك على ان انا بحب ان انا استضيف الناس اللي هو قدر الامكان يكونوا موضوعيين، على قدر ما يمكن للشخص ان يكون موضوعي وحيادي يعني، لما تكون في اشياء ايجابيه بيذكرها يعني. انا مثلا في ناس كثيره مثلا وحتى رجال الدين وكده هو كانوا بينصحوا اصدقاء ليا ان هم ما يتعاملوش معايا لما شافوا ان هم متمسكين يتعاملوا معايا، بس ما تتكلموش معاه في الدين. وفي بعض الاشخاص حتى من الاقارب، منهم اللي شتمني ومنهم يعني اللي تجاوز في حقه، ومنهم اللي عمل قطيعه معايا، لان هي دي امكانياتهم، ما يقدروش يعملوا معايا اكتر من كده ولا ان هم اقليه. لكن في ناس كثيره من الناحيه الثانيه عادي تقبلت ان احنا اوكي ده اختلاف وجهات النظر، هو حر، لكن هو شخصيه بيعملني على اساس كشخص، اذا كنت كويس او وحش فده موضوع تاني يعني، فصل بين القضيتين. على اي حال انا بقول دايما ان المجتمعات بتاعتنا من حسن حظنا ان الاشخاص اللي بيعيشوا في مجتمعات متدينه بالثلاثه اديان الابراهيميه دول اللي قلنا، هو بتعمل منهم اشخاص مش سويين. لكن من حسن الحظ ان الناس مش واخده من الدين شكل كده شعبوي، وانسانيتهم في النهايه والواقع بيفرض عليهم سلوكيات غير اللي بيتعلموها لهم الدين، لكن الاديان دي في طبيعتها سيئه. طب دي بالنسبه للنقطه الاولى. وبعد كده هو في مثلا ناس كثيره بتقول انت قلت مثلا ان الاخ رشيد، لا ده الاخ رشيد برضه طبعا ده جاي من خلفيه ان الاخ رشيد مش ممكن يعني يعمل حاجه وحشه، فبالتالي بندور في اللي انت قلته على مخرج تبرير زي نظام حل الشبهات في الاخر يعني. فاي مثلا انت لما هو طلع قال ان هو ما بيحترمش الاشخاص اللي بيتقلبوا، وان الشخص المفروض يموت على المبدا والكلام ده كله، يا اخي يا اخي ده الراجل بيساعدك يعني. انت بتقول للناس ان انا رجعت للاسلام، فهو بيقول كده عشان يؤكد كلامك يعني، كده هو بيساعدك، انت اللي فهمت غلط. انا قلت له، انا كلمته، ما انا حاورته، انا حاورت رشيد، قلت له رشيد ما ينفعش، وبعدين انا محتاج الى تضامن كل الناس حتى اللادينيين وغيرهم او كل المعنيين بحقوق التعبير. فرشيد بوستاته مش مؤثره في الدينيين او السلفيين، انا بتعامل مع السلفيين بطريقه معينه انا فاهمها، وهو ما ينفعش ان هو يروج ضدي لان انا راجل متقلب وخسرت كل شيء كان بيتكلم من قلبه، وانا رجعته في الكلام ده. ولما وصلت لتونس هاجمني اكتر، مع اني دلوقتي حر دلوقتي، ولا قال ده كانت خطه للتغطيه ولا قال حاجه، ما انصفنيش، ده قال ان ده نفاق وتطاول. وبعدين انا ما فيش حاجه شخصيه ما بينه وبين رشيد، انا اعرفه من 2012 نتكلم يعني، اختلفنا احيانا في حاجات زي مثلا انتقاد الاسلام وكده، ورشيد كان بيقول لي انت مثلا، كان دايما يقول لي خليك ذكي وركز على الدين اللي بينتهكنا جميعا، وكان دي نقطه خلاف ما بينه وما بينه مثلا، وكنت ما اقدرش اقول له ان يعني ما اقدرش اقول له برضه لا انت صح والمفروض نركز على الاسلام والسيره المسيحيه، لان انا عندي موقف من كل الاديان، ما ينفعش حتى المسلمين اللي انا بحاول ان انا اخد بايديهم يشوفوني انا منحاز للمسيحيه مثلا، ده مش كويس في حق قضيتي يعني، وانا راجل صاحب قضيه فعلا مش بدعي يعني.
ف رشيد على كل حال انا ما فيش حاجه ما بينه وبينه تستدعي العداء اطلاقا، غير الموقف بتاعه لا اخلاقي ده. وعلى فكره انت لفتت نظري، خلينا نسيح لك شويه، لان نقطه ان ان ان, إن رشيد احيانا بسبب تحريضه ده في ناس بتدفع ثمن كده وهو قاعد في سلام، يعني هو بيعلي سقف الناس جدا وبيحرضهم على الاستماته وهو ما بيخسرش حاجه في، وفي ناس بتخسر بسببه. في الحقيقه في ناس فعلا خسرت بسببه. اتفضل. لا عفوا، هو بس انا كنت بفتح الصوت مش عايز اقطعك، بس هو فكره ان هو انا ده ضد رشيد من ناحيه ايه؟ انا مع القنوات التبشيريه والدعويه الاسلاميه او المسيحيه، لان المفروض ان الناس تتعرض لافكار مع الدين وضد الدين وكل اشكال الدين، والنقاش ده في النهايه لا مفر منه، سواء كان كويس او وحش فهو ده الواقع اللي لازم تعمله. لكن انا شايف الجانب الايجابي فيه ان الناس تسمع كل شيء، وان احنا مش اوصياء على حد، فتسمع الناس وتقرر، ويبقى في نوع من انواع القبول لنقد كل واحد مع بحكم التعود. يعني مثلا في مصر احنا متعودين ان المسلمين وفي حاله من الاستعلاء الاسلامي اللي انا سميتها في مره التعريص للاسلام، يعني معلش اللفظ قوي، بس يعني حتى لما عملت ندوه في صالون علمانيون قلت اللي بينظم يختار العنوان، لكن هي الفكره اللي انا عايز اقولها التعريس للاسلام، صيغها انت بالشكل المقبول، هي ان احنا عندنا تاريخ طويل من المفكرين والمثقفين اللي هو مسموح ليهم ان هم ينتقدوا المسيحيه واليهودية بكل أريحية، لكن عند الإسلام يقول لك بص أصل الرؤية مختلفة، أصل الجوهر والبطن على الطريقة بتاعت يوسف زيدان ده نموذج، وحتى الأقباط نظم لوقا ومن قبله عملوها الحكاية دي، تبص تلاقيها يعني في الكل حتى بما فيهم أنا انتقدت طه حسين في الموضوع ده. والمهم فلازم نتعود، الناس تتعود أن كل الأديان مفيش حصانة لدين. لو صحيح. إحنا منصفين ان احنا ليه في حصانة الدين، وهم ما تعودوش ان حد ينتقد، فبالتالي لما يجي واحد حتى يقول كان زمان يقول محمد من غير ما يقول صلى الله عليه وسلم او سيدنا محمد، حتى من المسيحيين عايزين يطلبوهم يقولوا عبارة كده تمجيدية فبيتصدموا. لا يا جماعة، لازم الناس تتعود ان اللي ما تعودوش خاصة المسلمين ان دينهم زي اديان الاخرين ممكن تنتقد. طيب. ممكن تنتقد، فده انا شايف ان التجربه دي كويسه. غير كده هو انا بقول لك في حاجه مثلا اللي انا يعني حتى بديت اتقرب ليك، لان انا اللي اثرني لما رشيد قال ان هو قال عنك يعني ان هو يعني انا اسف في التعبير اللي هو عض الايد اللي اتمدت له، في الحاله دي انا صرت. ليه؟ لان اول حاجه يعني معلش هو لو بيستضيفك عشان تنتقد في الاسلام، اوكي؟ اول حاجه ده جاي في المنهج بتاعه، انتقد في الاسلام بس يعني المسيحيه كده او على خفيف تقول كلمتين عشان ايه ترضي ضميرك، او يعني عشان برضو ايه يعني يبان انا اصلا انا قلت. لكن معروف يعني هو لو انت هتنتقد فعلا وبشكل حيادي بناء على قناعاتك هو مش هيقبلك، فواحد لانك انت بتضرب في الاسلام فانت معايا. شيء ثاني يظهر ان هو راجل ايه، راجل تنويري، التنوير على الطريقه بتاعتهم يعني ما لهاش علاقه اي حاجه بالتنوير، ومفكر ومنفتح ومثقف وبيفتح المجال وبيدي فرصه للاشخاص حتى لو مختلفين معاه، هو ده ملحد ولا فهو يتاجر بالاشخاص. وبعد كده هو يستضيفك او يستضيفنا او يستضيف اي حد ده يقول لك شكرا لانك انت صاحب الفضل لما تكون ضيف عنده، مش العكس طبعا. عفوا، انا هي دي الفكره اللي غاظتني او يعني او اللي اثرتني، هي واحد ان هو بيستخدم الناس وفي الاخر بيعتبر ان هو صاحب فضل عليهم. يعني زي منصف يقول ان احنا استفدنا احنا الاثنين، لكن بعد كده التعبير ان انا مديت له ايدي وعض الايد اللي اتمدت له دي اللي اتأدب بمنتهى البساطه. لما يكون اداني فلوس، لما يكون اداني فلوس يبقى انا عضيت الايد اللي اتمدت لي، بس انا يعني حتى فكره ان لو اداك فلوس ما يشتريش صوتك، لكن انا عمري ما خدت منهم فلوس طبعا اطلاقا يعني، ولا عمري ما يعني ما قابل كده ابدا. ولا القنوات على فكره الفضائيه اللي انا خرجت فيها خدت منهم حاجه في مصر بالمناسبه، رغم ان هم ادوا لضيوف المشايخ اللي هم كانوا بيطلعوا ضدي اعطوا لهم فلوس، بس انا ما كنتش باخد زيهم فلوس وانا كنت برفض. ودي سجلها خيري رمضان بنفسه في قناه السي بي سي لما كان بيتكلم في البرنامج بتاعنا، قال الناس دي ما رضيش تاخد مننا فلوس، الملحدين كل الملحدين اللي طلعوا معايا ما خدوش مننا فلوس، مع ان الضيوف احيانا بياخدوا فلوس او غالبا، لان يعني الناس دي بتكسب من الاعلانات.
فانا ما خدتش فلوس من رشيد ولا حاجه. وبعدين هو لما طلب ان هو يستضيفني طلعت زي ما استضفت في قنوات اسلاميه. هل كده معناه ان قناه الرحمه بتاعت الشيخ محمد حسان لما استضافتني كانت ايدي اتمدت لي، او القنوات اللي انا طلعت فيها كانت تعتبر ايدي اتمدت لي؟ لا طبعا. هي قبل ما نبدا في الحلقه بتاعتنا، في ناس كثيره بتمتدح في المسيحيه. لو على المسيحيه، شوفوا المسيحيه في زمن القوه، وهو ده مش هو ده موضوعنا، كانت بتعمل ايه؟ غير كده هو لو انت بتقيس، والكلام ده احنا بنقول ونعيد ونزيد، بس يبدو ان ما فيش حد عايز يفهمه. مقارنه المسيحيه، تقارن المسيحيه في ازمنه القوه كانت بتعمل ايه؟ زي ما الاسلام دلوقتي في الشرق عندنا في ازمنه القوه. لكن المقارنة النهاردة بدول يعني هجرت المسيحية، أوروبا تعتبر ملحدة فيها مسيحيين، لكن لا الدساتير بتاعتها، ما الدساتير بتاعتها علمانية، ده فضل العلمانية، والعلمانية اللي أكبرت. وأنا كان معايا رجل دين امبارح كاثوليكي وكده يعني، يعني الناس اللي بتقارن بعد كده، هو لما أنت عايز مستضعفين اللي موجودين في مصر، لكن زمن القوة ما كانوش بيعملوا كده. هو الناس مصرة تقارن بين المسيحية، كان المسيحية المستضعفة اللي موجودة في الشرق، أو المسيحية اللي أجبرت على الدخول رجال الدين ولهتهم إلى القنادق والدساتير تبقى علمانية بعد مجازر حصلت وحروب أهلية، بين حروب أهلية بين البروتستانت وبين الكاثوليك. يا جماعة والله واضح إن إحنا بنعيد ونزيد والناس مش قادرة تستوعب، مع إن الأمور سهلة جدا. أوكي، على أي حال اللي زعلان من الإسلام يبقى لازم المسيحية تبقى كويسة، ده ما فيش فايدة فيه، خلاص المسيحية كويسة، يلا برافو، يلا روح للمسيحية، المسيحية يا الحال، يلا اتفضل صديقي. شكرا لك. واضح ان عندي مشكله في الصوت تقريبا، الناس بتشتكي من المايك ما اعرفش. على كل حال انا لا، لما انا بفتح وانت مش بتقفل بيبقى في دوشه، بس انا خلاص لان دلوقتي خلصت وقت المناقشه على القضيتين دول. على اي حال ادينا احنا قلنا راينا، الناس من حقها تقتنع ما تقتنعش، يبقى لها وجهه نظر مختلفه. احنا هنا بنفتح مواضيع وبنتكلم بحريه عن ارائنا، مش مجبر اي حد ان هو يتبنى اي راي، بس من الممكن يكون في الراي المخالف دعوه للتفكير بشكل مختلف، فده شيء ايجابي. رشيد ادعى كمان ان انا بمنعه من ان هو ينتقد المسيحيه، ان انا بنتقد رشيد وبقول له ما تنتقدش الاسلام، واقنع الناس ان انا عملت كده في بث مباشر عمله، يعني ان انا بقول ناقم عليه بينتقد الاسلام. انا ما بنتقدهوش عشان بينتقد الاسلام، لا، انا انتقدت الكيان بمكيالين، وده من حقي. لما الاقي واحد بياكل بمكيالين من حقي ان انا انتقد، انا بقول انت لماذا لا تطبق المعايير التي تطبقها في نقد الاسلام على المسيحيه نفسها؟ اذا كان في نصوص في الدين الاسلامي تراها عنيفه، ففي العهد القديم وفي الكتاب المقدس عموما نصوص ايضا عنيفه. اذا كان في ادعاءات في الاسلام لا دليل يدعمها، ففي المسيحيه ايضا ادعاءات لا دليل يدعمها. فلماذا الكلام بمكيالين؟ عندما اناقش رشيد في هذه النقطه، هذا لا يعني انني اطلب منه مثلا او اطالبه بعدم انتقاد الاسلام كونه الان مسيحي، لا، من حقي كما قلت انت ان ينتقد الاسلام او يقول رايه، بالعكس هذا مفيد. لكن ايضا من المفيد ان انا الفت النظر ان انا مش معجب قوي بالكلام بمكيالين. على فكرة رشيد أيضا كان مفيد لناس كتير مسلمين وخرجوا من الدين وبقوا لا دينيين بسببه، يعني أنا ما بنكرش كده، فهو دوره مهم، ولكن هذا لا يعني أن نجعل منه تنويريا. لا، رشيد ليس تنويريا، رشيد ظلامي أيضا، لكن ظلامي من نوع آخر فقط. وأنا أضم صوت لصوتك، أنا شايف أن رشيد أو حتى أبونا زكريا أو كل اللي انتقدوا الإسلام دول عملوا خدمة كبيرة جدا للمجتمع، إن هم كسروا الغرور الإسلامي وأصبح الإسلام مادة يمكن انتقادها، وطلعوا من التراث حاجات الناس تجهلها، فاتكسر هذا الفخر بمعتمدين على جهل المسلمين أنفسهم وجهل الآخرين بما تحتويه الكتب الإسلامية، وصايحين مفكرين ان المسيحيه شايف فيها ايه، لا عقلانيه، شايف اليهود، شايف التوراه، وهم مفكرين ان هم يحملون شيء اسمى من اللي موجود في باقي الكتب. فانا شايف دور القنوات التبشيريه كان ممتاز لكسر الفكره دي، فاصبح الشخص العادي لما بيجي يسمع كده هو لا، وحتى الاسلام فيه مشاكل من نوعيه مختلفه عن المشاكل بتاعت المسيحيه، لكن برضه في مشاكل. فكده هو يعني يبدا الناس كده هو تتعامل بمنطق ونشر معرفه كانت مغيبه تماما، وده شيء كويس. ف
يعني مش معنى كده هو، يعني انا بقول ان دورهم وكان مهم جدا، طالما انا قلت ان في كان في حاله تعريص للاسلام مستمره كان لازم تتكسر دي، فدورهم مفيد. اما بقى كده من ناحيه تانية هي ان احنا برضو لسه يعني انا اعور كده هو، طب ما انا كده برضو اعور، يعني انا غمضت دي طب كده هو انا كده اعور، يعني انا لما اعمل كده ما بقتش اعور، بس العين دي لها مميزات ودرجه غير دي. فالمشاكل بتاعت المسيحية مختلفة عن مشاكل الإسلام، مختلفة عن وبعد كده مختلفة كمان حسب العصر، القوة والضعف واللعبة السياسية وإزاي بتستغل. لكن أنا شايف الثلاثة من مشكاه واحدة، هي اليهودية هي الأم. طب معلش أنا آسف إن أنا اتكلمت، بس هو يعني كان الجزء ده كان يعني مناقشة بيننا، أشكرك عليها يعني. وبعد كده هو كمل لنا بقى أنت كده بس موضوع رشيد ده، أنا عايز بس أقول لرشيد برضو أنا ما قطعتش علاقتي بيه، هو اللي عمل لي بلوك على التويتر قبل ما يقفلوا لي اصلا الحساب، وانا ما قطعتش علاقتي بيه ولا انا اللي بدات بالحاجات دي، بالعكس انا شعرت بان هو بيتلكك لي لما صدق ان حصل الموقف ده علشان خاطر يظهر اللي هو مخبيه داخله ناحيه الملحدين عموما عكس اللي بيتظاهر بيه. وعلى كل حاجه على كل حال يعني انا مش غضبان من رشيد شخصيا، يعني هو كمان لو عايز يرجع نبقى أصدقاء أو يرجع يتواصل معايا بأي شكل من الأشكال أنا برضو ما عنديش مشكلة، أنا مش شايل منه ولا ناقم عليه بشكل شخصي ولا بكرهه، يعني أنا كرهت موقفه لكن هو كشخص لا أبغضه يعني. بالنسبة لموضوعنا إحنا كنا وصلنا للحلقة اللي فاتت عند المرحلة بقى اللي أنا سبت فيها تونس، وأنا ما كنتش بخطط، ودي حاجة مهمة جداً، انا ما كنتش بخطط لان انا اسافر لاوروبا اطلاقا، وبدات افكر ان انا هاجر لايطاليا لما انفصلت عن يعني عن اللي انا كنت بعتبرها زوجتي التونسيه اللي احنا كنا يعني كان ما بيننا مشروع جواز يعني او قول خطيبتي مثلا، لما فسخت الخطوبه دي او انفصلنا أنا لقيت نفسي برضو عايش في تونس، وضعي أهش الأول لما كنت أنا داخل بطريقة غير شرعية ووضعي كان طالب لجوء، لكن كان عندي مشروع زواج من امرأة تونسية واستقرار في وسط عائلتها أنا عارفها كويس ودائما يعني في وسط عائلة تونسية، فأنا جزء من المجتمع التونسي بشكل معين يعني. فلما فقدت لما فصلنا انا فقدت الميزه دي، وبقي وضعي طالب لجوء في الامم المتحده، عندي طلب لجوء في موافضه اللاجئين وفي انتظار الى اجل غير مسمى الى البت فيه، وفي نفس الوقت معرض ل ان انا اسلم مثلا لمصر. طبعا انا لا اتهم ان التونسيين هيسلموني، لكن انا كنت متخوف ان هم ممكن يسلموا، كان ما بقولش ان هم يعني انا تعاملت مع لما دخلت تعاملت مع الامن الوطني التونسي، تعاملت مع المخابرات التونسيه عشان كانوا بيتحروا عني وسالوني وسالوا زوجتي يعني او خطيبتي التونسيه عن كل حاجه، يعني كانوا يعني كذا مره يجوا البيت وكده سواء بيت حماية او بيتنا او كده يسألوا عن حاجات معينة، لدرجة ان هم سألوا قالوا في مرة قالوا لنا احنا الاثنين وهم بيتكلموا معانا قالوا لنا بغض النظر عن كل حاجة احنا في تونس بنحترم حرية الدين وحرية الفكر، احنا عايزين كلمة بخصوص رجوع احمد للإسلام، رجوعك للإسلام كلمة حقيقية علشان خاطر فقط احنا لو انت رجعت للدين الاسلامي فعلا هنحتاج نفهم اي نسخه من الاسلام رجعت، واحنا متخوف ان انت ترجع لسلفي ده عندنا مشكله معاه، انما انت لو كنت عامل كده فانت قول لنا بصراحه ان انا كنت عامل مناوره وان انا عايش ملحد، ساعتها احنا مش هنيجي ناحيتك، يعني احنا مش هنتعامل معاك لان مفيش خطوره في فكرك انت كلاديني، انما في خطوره لو كنت فعلا رجعت للاسلام فهنحتاج نفهم رجعت لاني اسلام عشان نتعامل معاك. فقالوا له كده بصراحه في مشكله ثانيه هنا كمان، انك انت رجوعك للاسلام يعني انك انت هيدوا لك لجوء على ايه؟ ما انت رجعت للاسلام يعني لم يعد هناك خطر، يعني هي الفكره دي القضيه دي حمتك من
اعتداء جماعات متطرفة في سكتك في السفر على أساس أنك أنت رجعت الإسلام، لكن من الممكن في الآخر هي اللي تمنع من أنك أنت تحصل على لجوء. لا لا لا، هو أنا قضيتي أنا كلاجئ بلهاش علاقة بموقف الإسلام وبلهاش علاقة بالحكومة التونسية. هما كانوا يعنيهم في المخابرات دولة رجال الأمن دول إن هم يطمنوا إن أنا ما رجعتش للإسلام المتشدد، علشان هم بيتابعوا الناس دي عشان ما يعملوش أعمال إرهابية في تونس، دي مسؤوليتهم، فمحتاجين يفهموا إلى أي نسخة من الإسلام. أما الأمم المتحدة مفوضية اللاجئين فهي بتهتم بطلبك أنت كراجل مضطهد عموما، سواء كان مسلم أو غير مسلم، هو راجل اضطهد ومنع من السفر بشكل غير بدون مسوغ قانوني، فسواء كان ملحد أو مسلم مش هتفرق. لكن دول كانوا على كل حال، أنا لما انفصلت بقى وتجربة الانفصال دي تجربة يعني شخصية جدا، هي تجربة أليمة مريرة من ناحيتين، ناحية إن أنا تعرضت كأي رجل بينفصل لهذه التجربة، تجربة الفراق والانفصال، وكانت مرة من ناحية إن أنا مش قادر أوضح للناس كمان اللي بيتسألوا أنت بعد ما عملت كل ده يعني تنفصل بالسهولة دي في ايه، يعني ايه اللي بيحصل بالظبط. احب اوضح برضو هنا دلوقتي بعد سنتين من الموضوع، اكتر من سنتين من الموضوع ده، نقطه مهمه جدا، وهي ان احنا في بلادنا للاسف الشديد بنرتبط غلط وبننفصل غلط. اغلبنا يعني في ناس طبعا بترتبط صح، لكن احنا اي علاقه في الدنيا لازم تاخد فرصه علشان تنجح، عشان نتاكد اذا كنا هنكمل فيها ولا لا. لكن احنا لم تتح لنا هذه الفرصه بشكل طبيعي، والسبب في كده إن الفترة اللي هي لما كانت هي في مصر وتعرفت على العيلة بتاعتها كانت محدودة جدا، ما عرفناش اتعرف. والفترة اللي المفروض كنا نتعرف فيها على بعض في تونس السنة دي كلها أنا قضيتها في مصر، مش عارف أسافر لها أصلا، مضرب عن الطعام وحوارات وكفاح وكلام من ده، فما لحقناش نتعرف أصلا على بعض. فلما تعرفنا على بعض بشكل كويس جدا أدركنا إن احنا مش هنقدر نكمل على بعض، في اختلاف قوي جدا في الطباع. أنا مش عاوز، ما ينفعش اتكلم في التفاصيل، بس في اختلاف حاد جدا في الطباع ما تخليناش نكمل مع بعض، لكن تخلينا ننفصل باحترام. يعني انا لما انفصلت عنها انا سبتها يعني قلت بكل احترام، شرحت لها الاسباب وانفصلنا بكل احترام بدون ما تحصل ما بيننا ولا مشكله واحده بس. لكن انا ادركت ان احنا مش هنقدر نكمل مع بعض بشكل سليم خالص يعني. وده المفروض يحترم من الناس، يعني ده المفروض يحترم من الناس ان وده اللي بيحصل في اوروبا. يعني مش كل اتنين بيرتبطوا لازم يكملوا مع بعض للابد، لا، هم الفكره ان احنا هنكمل بس في العلاقه اللي هي مؤهله للنجاح ومؤهله للاستمرار، لان الحياه اقصر من ان احنا نقعد نضيعها في علاقات خاطئه يعني. فعلشان كده، وكان قرار صعب جدا، وعلشان كده في الفتره دي كنت حزين جدا، يعني مصدوم طبعا وحزين جدا في الفتره دي، لكن كنت شغال في شغلتي اللي هي النقاشه. يعني كنت عندي صفحه على الفيسبوك بعمل عليها اعلانات للشغل بتاعي، وبيجي لي شغل من التوانسه، وكنت مشغل معايا ناس كمان، كنت شغال وبشغل معايا ناس من تونس ومن افريقيا شغالين معايا في الدهات، وكنت ناجح الى حد ما. لكن كنت متخوف لما حصل تقارب ما بين الحكومه المصريه والحكومه التونسيه، وكان قيس سعيد في مصر، واحد من اصحاب التوانسه قال لي زمانهم هو قاعد مع السيسي دلوقتي بيتكلموا عليك. هو طبعا بيهزر، بس يعني في خطوره، يعني كان في خطوره. انا بعد ما سافرت حتى في ناشط جزائري كان وضعه مشابه لوضعي، كان طالب لجوء في الامم المتحده في المفوضيه، واتخطف بشكل معين وسلم للمخابرات الجزائريه يعني. فالموضوع وارد، مش وارد. انا ما ساعدتش لان انا اسافر ايطاليا. كان في مشروع لما كنت مرتبط برضو ان احنا نسافر مع بعض كأسرة يعني، لكن ما ساعدتش ان انا اسافر بطريقه، كنا نسافر بشكل شرعي لدوله اوروبيه اخرى يعني، او كان على الاجنده بتاعتنا، او كنا بنفكر في الحكايه دي. لكن لما برضو حصل الانفصال ده، انا فكرت في يعني جات لي فكره السفر وانا شغال في النقاشة. أنا أخدت فيلا كده في مدينة ساحلية تونسية وكنت شغال فيها. المكان ده بالصدفة يعني، أنا الشغل ده جالي من الفيسبوك، بس بالصدفة المكان ده بتطلع منه مراكب المهاجرين الغير شرعيين أو طالبي اللجوء يعني.
واحد من شغالين معايا من اهل المكان ده اتعرفت عليه بالصدفه في الشغل يعني، واشتغل معايا، هو تونسي. وفي يوم قال لي في مركب طالع لايطاليا وناقص شخصين، ناقص شخصين عايزين، لو تعرف لو تعرف حد عايز يسافر يعني. ففكرت خلاص يعني، الواحد لو طالب لجوء بقى في ايطاليا افضل من طالب لجوء في تونس، لان تونس ما عندهاش قانون للاجئين. انا هبقى كده طالب لجوء في المفوضيه، مفوضيه اللاجئين في الامم المتحده لاجل غير مسمى، مش عارف هيعملوا ايه في شأني يعني. ولكن لو طالب لجوء في ايطاليا ده عنده حقوق مختلفه وعنده فرصه ان هو ياخد الجنسيه بعد مده 5 سنين مثلا او كده. فانا خلاص قلت اسافر بالطريقه دي، وسافرت فعلا بالطريقه دي. قبل ما تسافر، هو هل في تونس شعرت في، كان في يعني في القلق الاولاني اللي احنا فهمناه، ان يعني انت لو في ايطاليا او في اي حته في اوروبا مش ممكن هيسلموك، لكن انت في تونس برضو الامور مش واضحه قوي، خاصه انك انت اتكلمت عن الشخص الجزائري ده من ناحيه. من ناحيه تانيه، احنا عارفين ان تونس رغم ان يعني العقليات، نسبه التعليم المرتفعه وكل الميراث بتاع بورقيبه ومساحه الحريه اكتر يعني على الاقل في الامور الاكاديميه والدينيه وكده، لكن برضو في نسبه من التوانسه اللي انضموا لداعش وكده يعني. فهل انت ما تعرضتش لمشاكل او كنت قلقان من مشاكل على اساس انك انت خلاص ده انت كمان ارتديت ورجعت تاني وكنت بتضحك عليهم بتقول لهم انك انت رجعت؟ تعرضت لتهديدات، تعرضت لتهديدات. انت ايه اللي جابك عندنا تونس المتطرفين؟ طب هتحكي لنا ايه اللي حصل يعني؟ بعض الحاجات، بعض المتطرفين في تونس بعتوا لي رسائل تهديد، انت ايه اللي جابك عندنا؟ هي تونس ناقصه كفار؟ هي تونس احنا عندنا بلاوي مش قادرين عليها بالحرف يعني. تونس واللي قال ان شاء الله انا هجيبك، واللي قال انا يعني، واتعرضت لتهديدات بالقتل برضه، بعتوا له رسائل خطيره جدا. ففي متطرفين في تونس يعني. كنت بتعامل مع التهديدات دي زي ما كنت بتعامل معاها في مصر، اشتمهم وبتاع وكلام من دوت، وشوف حد مش عارف ايه والحاجات دي. لكن هو تونس فيها كتير من المتنورين، لكن فيها عمليا يعني باستثناء التهديدات دي، انت ما حسيتش ان من الممكن انك انت يوصلوا لك برضو يعني؟ اه ممكن. ما تعرضتش لاعتداء؟ كان ممكن يوصلوا لي، كان ممكن يوصلوا لي، كان ممكن يوصلوا لي، لكن يعني دايما الخطر موجود في البلاد العربيه بيني وبينك، حتى تونس دايما الخطر موجود. بس انا كنت متعود على الموضوع ده يعني، انا كنت برضو في مصر احتمال كانوا يوصلوا لي برضو، انا كنت متعود مع المستوى ده من الخطر. بس يعني انا دلوقتي في تونس مش مرتبط باي حاجه يعني، غير الاصدقاء اللادينيين اللي في تونس اللي كانت معرفتي بيهم لسه جديده يعني. بس ما كانش ليا مثلا عيله في مصر او مرتبط بيها، او وضعي كمان مش وضع مواطن تونسي يعني، وضعي هش بصفه عامه في تونس. ففكره السفر دي وناس كتير اقترحتها عليا، قال انت لازم تمشي يعني، ناس كتير من اصحابي قالوا لازم تمشي من تونس من كذا يعني. ولما جت الفرصه انا مشيت على طول، ما استخرتش ربنا، اتكلت على الله. يعني انت ملحد بما يرضي الله حقيقه. انا مساله كمان، التجربه بتاعت السفر بتاعتي في تشاد وليبيا والسودان وكده موتت قلبي من ناحيه الخوف يعني اللي ممكن اقابله اسوأ من اللي انا قابلته في الرحله دي يعني. لا فقلت لا، الحقيقه مش دايما كل الناس بت التجارب اللي زي كده هو بتقويها، في تجارب زي كده بتضعف الشخص لانه مش عايز يفتكر الحاجات دي، فبيبعد عن اي شيء من اللي ممكن يعرضه. على اي حال ده بتختلف باختلاف الشخصيه. غير كده مغامره البحر كمان مخيفه وممكن مرعبه، وفي ناس عندهم مشكله مع الميه اساسا. فيعني يعني ممكن انت بالنسبه لك احساسك كان بعد اللي انت شفته بتقول يعني الرحله لايطاليا مش هتكون اصعب من اللي انا شفته يعني، ده بالنسبه لك يعني. وانا بعرف عم كويس نوعا ما، وبعدين مش خايف. مش هتعدي المحيط يا عم احمد يعني. كويس. لما تكون بتعرف تعوم، لما تكون ما بتعرفش تعوم خالص الرعب بتاعك بيبقى اكتر من انت لو بتعرف تعوم.
على الاقل تبقى مرعوب من مجرد ان المركب بيغرق، انما لما تكون تعرف تعوم بتبقى قلقان من كل حاجه. انت لما تكون تعرف تعوم المركب لو غرق انت خلاص معاه، انما في تعرف تعوم انت هتقاوح، هتستنى لما يجي الانقاذ، هتعمل مش عارف ايه، يعني حاجات زي كده. على كل حال هي كانت رحله خطيره جدا، وكنا فعلا هنغرق وتهنا في البحر اصلا. ولكن الجي بي اس بتاع التليفون بتاعي وصلنا بالسلام في الاخر. يعني هم اللي واخدين الرحله وعلى المركب ما معهمش جي بي اس، مستنين الجي بي اس بتاعهم. حيوانات، مهربين دول مجرمين، عصابات اجراميه. المهربين دول مجرمين. ايوه بس المهربين ما هم في السفينه يعني، او في البحر، في المركب صغير. مركب صغير وهم يعني هم لو هم مجرمين ما هم يوم هيغرقوا معاكم. لا ما المهربين مجرمين عشان بيرموا الناس وخلاص، ما فيش حد كان معانا من المهربين في المركب. في الزورق ده، زورق صيني من اللي بيتنفخ ده. ازاي بتتم العمليه؟ بيحطوا الناس بيوصلوا ازاي؟ انا انا فوجئت ان هو ما فيش حد اصلا من الربان معانا، قائد السفينه هو واحد من المهاجرين دول، هو اللي ادوا له بتاع السواقه، وما بيعرفش يستخدم البوصلة. هي يعني هم بياخدوا الفلوس منكم مقابل ان هم يدوكم مركب، ويقولوا الواحد اطلع كده بيهم من الركاب نفسهم. هو واحد من هو الشخص اللي كان شغال معايا ده، هو اللي عرفني على كده وحدد الميعاد واخد الفلوس عطاها لهم، وهو كان بيشتغل معاهم نوعا ما في التنسيق الحاجات دي تقريبا. انا ما كنتش عارف بقى الحكايه دي. وبعدين لما جينا نتحرك كان في رمضان، وبعد الفطار لقيته بينادي عليا يلا بينا هنمشي دلوقتي، لان الميعاد بيبقى مفاجئ ونطلع على طول. طلعنا على المكان، الدنيا ضلمه في مكان كده على الساحل، مكان عامل زي فيه حاجات زي مستنقع فيه ميه او مكان فيه ميه، وفي نفس الوقت فيه تربه تقعد تمشي في كتير في قلب ميه طينه على وفي المركب ده موجود، وموجود الجراكن كتير بتاعه بنزين كتير خالص. والناس احنا بنفسنا شلنا الجراكن دي حطيناها وركبنا الموتور على الزودياك ده بنفسنا برضو. كانوا هم معانا طبعا المهربين، بس احنا كنا بنعمل كل حاجه بنفسنا. هم بس بيستخدمونا في ان احنا ننقل الحاجات ونشيل الحاجات دي. وبعدين البحر كان هايج، وكان في المفروض ننزل مكان ما اعرفش ننزل منه عشان في مركب بتاعت حرس حدود واقفه، والمفروض ان هم مظبطين مع الحاجات دي واخدين منا فلوس على اساس ان هم بيظبطوا مع الناس دي، بس طلعت اشتغالات. وهم من كتر خوفهم رموا المركب بتاعنا على الشط، حطونا عليه وسابونا ومشوا، طلع يجروا يعني رمونا البحر. واحنا بقى الراجل ده زي ما يكون بيتعامل مع حاجه ومش فاهمها، اللي هو الولد اللي هم مخليني يسوق ده كان اسمه عزيز، وعزيز مش فاهم حاجه. عزيز وتوانس عملوا يا جه ربي يا جه ربي البركه عمال يعمل كده، لدرجه ان هم عملوا طب يلا نرجع، يعني هم عايزين يلا نرجع لان الموضوع مخيف. في ناس مرعوبه، في ناس ما تعرفش تعوم، في ناس ماسكه بايديها واسنانها في بتاعه. الزئج ده ضيق صغير، كنا تقريبا 29 واحد او حاجه زي كده مش فاكر بالظبط، وما بيننا الجراكن النفط البنزين والمركب عمال يعمل كده والموج على الشط بيبقى عالي، فعمال يجي كده ويحدفنا بره يحدفنا جوه. فهو حتى اللي بيسوق ده قال انا مش هقدر اكمل ده الماتور كمان، والماتور فيه مشكله، الماتور مش احسن حاجه. لكن هو واقف مننا الماتور في السكه كمان يعني، ومفيش ماتور احتياطي، هو واحد بس. وبعدين قعد ويمشي شويه لحد ما بعدنا على الشط، وقعد يمشي على النور بتاع تونس، يعني الضوء بتاع تونس بالليل على الشط باين ان ده الساحل، فاحنا عمالين بس بنبعد عنه وخلاص. هو مش فاهم حاجه والبوصله مش عارف يستخدمها. فانا عندي معايا التليفون بتاعي ده، انا جايب معايا شنطه عشان احط فيها الحاجات بتاعتي من غير ما الميه تدخل لها، فانا كنت حاطط التليفون في طلعت التليفون ده ولسه عايز اشوف كده راح جايين قاعد يقولوا لي كلهم توانسه اللي كانوا معايا، كنت انا مصري، قالوا يا مصري سكر الموبايل لان لو فتحت الموبايل هيصدونا بتوع الشرطه. فقلت لهم انا فانا شايف قاعد يقولوا سكروا ازعاق، قلت لهم سكرت دي الربه
ليه وليه بقى قلت دي الرب واحنا في وسط البحر؟ احنا مين نقول ان نتسول وتوسل من ربنا ان هو يحفظنا؟ تقول دي الرب ما تربربش يعني في وسط الميه، يعني لما نطلع نبقى نربرب وما تونس اسد في الربرب. ف بعد ما عدت ساعات كتيره وهو في ضلال مبين الراجل بتاع العزيز دوت، انا المفروض كنا نوصل، المفروض نوصل في 4 ساعات مثلا، احنا وصلنا في 11 ساعه والجزيره قريبه من المكان اللي انا طالع منه. انت عديته القارب ده بتاع حرس الحدود لانك انت بتقول لي احنا بعدنا عنه، مش شايفينه اصلا، كنا شايفين الضوء بتاعه، احنا بعدنا خالص. بس هو ماشي في اتجاه اليونان اصلا، هو مش ماشي في اتجاه ايطاليا، ماشي في اتجاه اليونان، لدرجه ان هو عمال يبعد عن المكان اللي احنا طالعين منه وعمال يدخل، لدرجه ان احنا بقى على الساحل بتاعنا صفاقس، احنا طالعين من مدينه اسمها قربة، الساحل بتاعنا كان صفاقس، هو مش واخد باله من الحاجات دي كلها لانه الحاجات دي بعيده جدا عننا مش شايفينها. فانا مش عارف اطلع التليفون علشان اشوف اقول له على الطريق السليم، عشان هم عمال يقول لي خايف يرموني في البحر بقى من كتر لو رفضت، يعني عشان ده هيكشفهم. هم ادركوا ان هم ماشيين غلط، فلف طلع رجع تاني، رجع العكس تماما، صفاقس رجع لقليبيا في تونس برضو قليبيا. ولما شافوا الجبال بتاعت قليبيا كان الصبح، الكلام ده الفجر، افتكروا نفسهم وصلوا البنتلارية اللي هي الجزيره الايطاليه اللي احنا رايحينها، فقعدوا يرقصوا وصلنا البنتلارية، بنتلارية بنتلارية بنتلارية، فرحانين. وقلت لهم ديت مش بنتلارية، دي مش بنتلارية، دي قليبيا، جبال دي بتاعت قليبيا. قليبيا ما بينها وبين المكان اللي احنا خرجنا منه في تونس مواصله بدينار وربع. قلت لهم انت بدينار وربع كنت تقدر تروح المكان اللي انت رايحه دلوقتي ده من قربة لقليبيا. مش مشكلة انكم انتم معاكم بنزين، يعني المفروض ان البنزين بيخلص، البنزين بيخلص، البنزين عمال بيخلص مننا. فهم قالوا اسكت يا مصري، وزهقوا بقى ومضايقين بقى كان انا ايه بحبطهم بقى وكده، فسكت. لا هم بقى فتحوا الموبايلات بتاعتهم علشان خاطر يبداوا يتصلوا بالناس اللي يعرفوها في ايطاليا او كده، فاللي طلعت لهم اهلا تونس ترحب بكم، يعني مرحبا بكم في الاراضي التونسيه او حاجه زي كده. فطبعا فاول واحد سكت قال له بس اسمعوا تبعوا المصري، تبعوا المصري، المصري صح، دي قليبيا. قلت له بنتلارية ازاي؟ قلت لهم سيبوني بقى شغل الموبايل. سيبوني بقى شغل الموبايل، وطلعوا الباورات، باور بنك اللي كان معاهم، قال لك لو فصل منك شحن عندنا باور بنك وكل حاجه وخلينا ماشيين. قلت له انت عزيز انت تسمع كلامي يمين يمين شمال شمال؟ قال لي ماشي اوكي. وبعدين مشيتهم ناحيه بنتلارية من اول وجديد، كاننا لسه طالعين من اول وجديد بعد كام ساعه في البحر، بتاع 6 ساعات في البحر توهان، لحد ما بعدنا بقى خالص عن القليبيا وتونس وكده، واختفى الدنيا بقى البحر من كل النواحي، وهم دلوقتي ما قدمهمش غير ان هم يمشوا ورا الجي بي اس بتاع التليفون بتاعي. هم بقى كانوا من كتر الوقت والمسافه البنزين خلص، والمركب كمان اتكسر من النص، الارضيه بتاعته من نص بقت نصين، فبقى الميه من قدام التلت بتاعه من قدام القعر بتاعه اتكسر، فبقت الميه تقلب النص ده كده، الناس اللي جايه كده تيجي على اللي هنا، وبعد الميه تدخل، بدأنا نجيب الميه بايدينا ونكبها بره. وانا طبعا ما فيش حل غير ان احنا نفضل مستمرين في المشي عشان نقرب من ايطاليا لاقرب، لحد ما بدات ظهرت بقى البنتلاريه من بعيد بقى خالص. قلت لهم فاضل، كل شويه كانوا يسالوني فاضل كم كيلو، فاضل كم كيلو، فاضل كم على بعد كده زي 13 كيلو او حاجه زي كده من السواحل الايطاليه. بداوا يلقطوا تقريبا شبكه او حاجه زي كده، ما اعرفش، اتصلوا بالنجده في ايطاليا بقى، جت طياره هليكوبتر قعدت تلف حوالينا، وجت بقى اللانشات ايطاليا ساعدتنا بقى في ان احنا يعني كانت موجوده معانا ماشيه جنبينا، 2 لانشين كده ماشيين جنبينا علشان خاطر يعني لو احتاجنا المساعده، بس ما قربوش مننا عشان ما نتقلبش يعني على مسافه معينه. ووجهوا الراجل قالوا انت برافو انت يا اخي، والله ولاد حلال يا اخي الاوروبيين. قالوا له انت برافو عليك بسوق كويس، وقعدوا يوجهوه علشان يمشي صح عشان يكمل. ولحد ما وصلنا ونزلنا، طبعا كنا منهكين بقى جدا وكل حاجه فينا ميه علشان خاطر المركب اصلا كان المركب ركب من هنا وفرقع من هنا الزودياك ده،
بعد ما كان احنا قاعدين كده لازلنا قاعدين دقيقتين بالظبط احنا قاعدين كده على المرسى بيدونا اللبس والحاجات ديت علشان خاطر يعني بينظمونا بحيث ان عشان يقولوا لنا المكان المركب كده. فكلنا قعدنا نبص كده يا نهار اسود بعد ما ركب. فهي رحله خطيره يعني، هي رحله اصلا فيها مغامره بالحياه نفسها. المعامله كانت كويسه جدا 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 يعني افضل من ما كنت متوقع يعني خالص يعني. معامله الناس دي كانت ادميه وانسانيه جدا يعني. معامله الصليب الاحمر والحاجات دي حاجه يعني حاجات لا انساها يعني. وبصراحه عاملونا بحب يعني بانسانيه واضحه يعني، تلاحظ الفرق الحضاري مجرد ما توصل يعني. بس في ايطاليا للاسف يعني مع اعداد المهاجرين دي كلها، انا مش بقول مبرر يعني، هم ما بيعتنوش باللاجئين السياسيين يعني، ما بيهتمش يعني. كان لازم ان الواحد يعتمد على نفسه في كل حاجه. في البدايه قضينا فتره الحجر الصحي على متن سفينه تبع الصليب الاحمر يعني، الصليب الاحمر اللي كان بيديرها، وكانت معامله لطيفه جدا وجميله. وبعد كده نقلونا لفندق على في حته اسمها سيليا مارينا على البحر، وكان الفندق ده منتهى الجمال، وكان فيه يعني عناية بينا فائقة من ناحية كل حاجة، الأكل والشرب والصحة والنظافة والحاجات دي. لكن للأسف جاء قرار بإغلاق هذا الفندق بعد شهرين. وأنا لما جاء القرار ده حياتي اتبدلت في إيطاليا يعني. بعد شهرين تقريبا أو أقل تم إغلاق هذا الفندق، وتم نقل اللاجئين لمنطقة تانية اسمها لاميزيا تيرمي إلى معسكر اللاجئين، لكن كان سيء جدا يعني بصراحة. طب هو تم إغلاق الفندق ده لأن سياسيا بدأت، لأن احنا عارفين في اليمين بدأ يصعد مع طبعا كسرة عدد اللاجئين والأعمال اللي بيقوموا بها المسلمين وكده، هو يعني المهاجرين من خطر. فده بيخلي في فبيخلي في يمين بيطلع ان الحكومه بتاعتنا بتتهاون وبتستقبل اي حد، وان اللي جايين من مناطق الشرق دول بيعملوا عمليات ارهابيه وكده هو، وبيعيشوا في جتوهات يعني الحاجات اللي زي كده هو. فهل ده بسبب تغيير الحكومة سياسيا فقرروا ان هم يقفلوا الاوتيل ده؟ بس هم لما قفلوه فانتوا المفروض انكم انتوا قدمتوا على طلب لجوء فيبت في الامر، زائد لما بتقدم على طلب لجوء قالوا لنا مرتب شهري ولا تصريح بالعمل وكده يعني. كلمنا نقلونا في مكان تاني، هم نقلونا في مكان تاني لكن مش فندق، نقلونا في مكان سيء، مكان معسكر سجن سابق هو، ولكن تم إعادة استخدامه في استقبال اللاجئين في لاميزيا تيرمي، كامب في لاميزيا تيرمي، وبعيد نوعا ما عن الحي اللي هو عن وسط البلد يعني، عن نيكاسترو، وبعيد عن في وسط المزارع والكلام ده. المشكلة الكامب ده النقلة صدمتني أنا شخصيا، لأن كان الأولاني فندق ورعاية راقية، وكانوا يدخلوا ينظفوا الغرف حتى بتاعتنا، وكانوا يعني المكان باستمرار نظيف، عناية فائقة، في واحد قاعد على التوقيع علشان خاطر يكتب أسماء الناس، في جهاز للتوقيع عشان يعرف اللي بيتغيب واللي ما بيتغيبش، المطبخ نظيف، الأكل نظيف جدا، وجبات جيدة صحية وجيدة، الفرش دائما نظيف يعني، كان آدمي جدا. فلما نقلونا الكامب بتاع لاميزيا ده كان بسيء السمعة، ده مكان سيء السمعة. والمشكلة ان اعتقد كل ده حصل، ده مرتبط بالفساد. لاميزيا تيرمي، هو انا بنطق الزد بتاعتهم في ايطاليا لسه المفروض هي لاميزيا تيرمي.
اوكي ايطاليا فيها ما زال فيها مشكله فساد. يعني انا لو ايطالي كنت هتكلم في الموضوع ده، لان هيبقى مدرك لكل ابعاده وجذوره، وكنت حاسكت كنت هبقى ناشط في ايطاليا. بس انا مش ايطالي، فبس انا اللي لاحظته كراجل لاجئ سياسي متواضع ان البلد ديت ما زالت بتعاني من الفساد. يعني ماشي، هي هل في مشكله في الجنوب؟ طبعا في مشكله بتاعت المافيا، بس طبعا دي اتحلت فينك وفين زمان. ده دلوقتي المافيا زيت تقريبا موجود. يعني انتهت. يعني كان انا مش قبل عاوز كده اتورط في كلام، مش عاوز اقول يعني، بس المافيا ما زالت موجوده في الجنوب. ما زالت موجوده، بس مش زي زمان. يعني مش زي ما احنا يعني. على اي حال في مجهودات رهيبه في الموضوع ده. غير كده، هو هل الفساد فساد خاص بالملف بتاع اللاجئين، ان في شركات بتبقى، حتى نعرف في شركات اتعملت قطاع خاص تستقبل لاجئين مقابل ان هي تاخد فلوس على كل راس؟ ففي الدوسيه ده في شويه فساد. في فساد، ويقال ان الفندق اللي احنا كنا فيه اتقفل بسبب فساد. انا ما اعرفش، يقال، انا سمعت بعد كده، بعدها بكم سنه سمعت ان في مكان معين اقفل في المنطقه الفلانيه علشان كذا. لكن في فساد، يعني من ناحيه في فساد. في فساد، بس يعني معلش عشان يبقى كل الامور في نصابها، من باب الامانه يعني. انا بقول على وجهه نظري، وطبعا واحمد صالح عمرك ما هتجيب الفساد بتاع ايطاليا الفساد الشرقي. يعني معلش لا درجات. لا يعني احنا لا. مش مجتمع فيش المقارنة مجتمع اه فيش مجتمع ما فيهوش فساد. لكن المقارنة الفساد ده الفساد ده نسبته كام، وبيمس اي قطاعات، ومتغول لاي درجه، ومين المتورط فيها؟ تفرق كتير من بلد لبلد. طبعا. لكن مش معنى كده ان احنا نقول في فساد يبقى يبقى زي لا، مش للدرجه دي. يعني ده ايطاليا دي يعني من ناحيه اللي انا استغربت له جدا، يعني حتى في اعمال البناء والكلام ده كله، في مقاييس للامان في ونظافه الشغل اللي انا كنت متخيل ايطاليا زي ما بيقول صديقنا. يعني لا، في انضباط وفي مقاييس للامان اعلى بكتير من فرنسا. فيعني في ملفات فيها افضل من حتت كتيره في اوروبا. انا بقول لك المقارنه مش مظبوطه نفسها، يعني المقارنه مش مظبوطه، بس في فساد. في فساد في ملف اللاجئين، لكن هو كان في فساد في ملفات تانية وتم تنظيفها واصلاحها. في ضغط لاجئين كبير جدا بيساهم في ان يبقى في فساد. في فساد من العرب نفسهم داخل ايطاليا في الملف ده. في، ولسه هحكي لك اللي حصل معايا. يعني في مشاكل، في مشاكل ما بين ايطاليا وما بين الاتحاد الاوروبي بسبب اللاجئين. في خلل في عمليه اداره اللاجئين دي، علشان في حاجات ايطاليا بتعملها وهي مش عاوزه تعملها، فبتعملها غلط او ما بتعملهاش صح على الوجه السليم. في حاجة احنا كلاجئين بندفع ثمنها. السياسة الأوروبية عموما تجاه اللاجئين غلط، انا بشوفها غلط. يعني انا راجل، يعني خرجت من بلدي في ظروف معينة. يعني اللجوء، الطلب اللجوء السياسي اللي انا قدمته ما هواش كان طلب مترف او طلب واحد خرج عشان يغير حياته. انا ما بقولش ان الناس اللي خرجت عشان تغير حياتها دي وحشه او كده، بس يعني انا مرهق، انا عانيت كتير بما يكفي عشان اوصل للنقطه دي. فاللي انا كنت متوقعه، من الناس دي ان هي تهتم بيا، لكن انا تمت معاملتي معامله عندما تم اغلاق الفندق ده ونقلنا للمكان ده، تم معاملتي معامله غير انسانيه في الحقيقه. يعني المكان اللي انتقلنا ليه فيه إهمال شديد جدا. المكان ترك ليدار من قبل اللاجئين نفسهم. هؤلاء اللاجئين كان فيهم عرب كتير وكانوا يعرفوني، وكان أغلب اللاجئين مسلمين، وأنا تعرضت لأنواع من الاضطهاد في قلب المكان ده بسبب أن أنا ملحد. نرى الملحد المعروف ان الكامب كله بقى يتكلم عني، لدرجه ان انا في النهايه طردت من الكامب ده من غير ما احظى بفرصه ان انا اوضح للحكومه ان انا تم التامر عليا وبقيت في الشارع.
انا بقيت في الشارع وعانيت معاناه شديده، يعني انا في عز البرد بقيت في الشارع كتير، لدرجه ان رجلي ازرقت تماما، ضوافر رجلي ازرقت من كتر البرد وبهدلت. طبعا هي قصه يعني ابطلها يعني في النهايه عرب يعني، لكن الحكومه ما حمتنيش من كده، بالعكس انا لما رحت للكامب لقيت الشرطه بتطلب مني ان انا امشي، فقلت لهم ليه؟ قالوا لي انت عشان انت بيت بره الكامب ما بتوقعش. فقلت لهم انا بوقع، قالوا لي لا ما بتوقعش. المدير بتاع الكامب اصلا مش مخلي موظف للتوقيع ده، هو معلق ورقه على المطعم بنوقع فيها، ومعين واحد ايراني تحديدا في السر ان هو يراقب التوقيعات من بعيد لبعيد، يقول له على طريقة المخبرين إذا كان فلان ده بيوقع بنفسه ولا في حد بيوقع نيابة عنه. والراجل ده كان يكرهني جدا، الإيراني ده بيكرهني لدرجة إن هو اللي كان هو بيبقى واقف على الطعام علشان يحط لنا في الطبق بتاعنا الحصة بتاعتنا، ما كانش بيديني الحصة بتاعتي من الطعام كافي، كان بيديني شوية صغيرين وكده وياخد اللي بعد عشان خاطر من كتر ما كان ما بيحبنيش، وأعتقد عشان موضوع الإلحاد يعني. فروفائيلو ده اللي هو المدير بتاع الكامب قال لي انت ما فقلت له لا انت ايه اللي عرفك؟ قال لي انا معايا الناس تقول لي مين اللي بيمضي ومين اللي ما بيمضيش. هو قانونا المفروض يبقى في موظف ياخد الامضه دي، بس ما فيش، وهو علشان هو ما يقعدش بنفسه او يشغل ناس كده، وعلشان كل حاجه هو معين موظفين من الكامب من اللاجئين نفسهم بياخدوا مرتبات على الشغل ده في كل حاجه بما فيها النظافه والحاجات دي كلها. كان الكامب شبه بيدار من اللاجئين بنفسهم، ورافائيلو ده ما بنشوفوش غير كله فين وفين، انا ما شفتوش غير ما انا جيت انطرد بس. فانا كمان هو صدقهم هم واخذ ضدك الاجراء، اخذ ضد الاجراء. والاجراء ده المشكله ان هو كان الحكومه بتتلكه، يعني كان هم لما بيصدقوا ان يتاخذ ضدك الاجراء ده ما بدكش فرصه التظلم. لما رحت للشرطه طلبت مترجم، ساعتها ما كنتش بعرف اتكلم ايطالي اطلاقا ولا كلمه، فجابوا لي مترجم سوداني. المترجم قال لي باختصار، هو بيقول لك الضابط بيقول لك احنا ما نقدرش نساعدك، احنا بنقول لك ان انت الملف بتاعك هنا في ايطاليا ابيض، ما عندكش اي مشاكل قبل كده، فنتمنى ان نفضل الملف بتاعك ابيض بالشكل ده، ولازم تمشي دلوقتي من هنا، وحرصا على ملفك ده يفضل ابيض، ما تقربش من الكامب ده تاني. فلدرجه ان انا حتى ما رحتش خدت بقيت اغراضي من المكان، علشان انا على اساس ان هم عارفين من الممكن انك انت هتتعرض لمشاكل، فمن الممكن تحصل خناقات فده هيبقى علامه انك انت عملت مشاكل في كامب قبل كده، هو وهم هيقولوا عليك انك انت اعتديت عليهم وانت تقول اعتديت عليهم، فيبقى نقطه سوداء في الملف بتاعك. فالافضل انك انت تطلع من بره لبره. المهم ان انا كان في واحد مصري من لاميسيا برضو كان يعرفني وادعى ان هو يعني متعاطف معايا وكده، وقال ان هو هيساعدني، فان انا اقتسم انا هو دفع الايجار وأقدر استخدم حسابه البنكي علشان خاطر الشغل، وفي نفس الوقت برضو عرفني بجمعية بتاعت الكاريتاس، هم هيكملوا معايا الورق لأن الورق مهم جدا، ورق اللجوء وكده. لكن هذا الشخص بعد ما يعني أخذ مني مبلغ محترم وكان ما بيدينيش فلوسي اللي ليه أصلا بيأثر عليا فيها كأنها فلوسه، وفي يوم هو الشخص ده كان خلاص حاجه شبيهه بالكفيل كده. ما هو الراجل ده بيعمل كده، اتجه انه اتضح ان الشاب ده بيعمل كده مع المكرين كلهم، ده كان بيقعد يجيب العيال الشباب اللي جايين في ضغط كتير بقى من مصر من الصعيد، السنه دي كانت في ضغط كتير من الصعيد، كان بياخد العيال ديت يعمل لهم التصريح بتاع الكوفيد اللي هو الجرين باس اسمه، كان بياخد منهم فلوس 30 يورو على التصريح مع انه بيتعامل في الصيدليه ببلاش، بس هو ما كانوش يعرفه، وكان بياخد منهم فلوس كتير جدا عشان يحجز لهم في الاتوبيس، هو كان بياخد فلوس، هم كلهم عايزين يروحوا ميلانو، فهو كان جزار يعني. المهم ان هو
قال لك ليه ما اخدش الجهاز بتاع احمد والكاميرا والحاجات دي، كان عندي مايك كويس والكاميرا كويسه بتاعت البث ولابتوب كويس يعني وكل الحاجات بتاعتي اللي اشتريتها في الشقه عندي. قال انا هاخدها، لقيته قفل على الباب بتاع البيت بيقول لي المفتاح. ف وبعدين قال لي طلع التليفون هتلاقيني بعت لك حاجه على التليفون. هو عايز ياخد تليفوني يكسره كمان. هو فعلا عضني في ايدي والدرج السنانه ده غرزت جوه ايدي واخد التليفون كسره. هو بقى له 8 سنين في ايطاليا فهو فاهم كويس جدا هو بيعمل ايه. انا ما كنتش فاهم. انا معلش انا اسف، هو جنسيته ايه؟ مصر. يعني مش اوكي مصر. فانا انا لما انا ما رضيتش ان انا يعني كنت بس بدافع عن نفسي عشان الموبايل ما يتكسرش. الموبايل ده فيه كل حاجه واللابتوب عنده عندي فوق عنده فوق بتاعي فوق عنده. فانا مش عارف ادخل للارقام بتاعتي عشان اتواصل مع الناس ولا هعرف اتواصل مع حد ولا هعرف اوصل لقناتي ولا حسابي على الفيسبوك ولا اي حاجه. فكنت بحاول احمي التليفون بتاعي بس هو من كتر الغل بتاعه كسر التليفون في ايده ما بيننا وهو بياخده. وبعدين لما سنانه دخلت بقى جوه ايدي جامد، هو اصلا عنده فيروس سي، فانا اصلا مع العضه الكبيره دي ممكن اتعدى كمان. فالتليفون وقع وهو اخده كسره حتت حتت كسره حتت حتت. وانا عمال انادي للناس تساعدني، محدش بيساعد، الناس عماله تعدي ومحدش بيتدخل خالص اطلاقا، ومحدش راضي يساعدني ان انا اتصل بالشرطه ولا اي حاجه. محدش عايز يقرب مني، ايديا بتنزف من سنانه والناس شايفاني بمنظر كده وكلام محدش عايز، لدرجه ان انا مشيت جريت حوالي 2 كيلو عشان اروح للكربينير عشان ابلغ. وعربيات الشرطه اللي كنت واقفه في الطريق ما رضيتش ان هي تنقلني للكربينير او تاخد مني البلاغ، قالوا لي امشي للكربينير. فتخيل يعني رحت للكربينيرا دي وعملت المحضر، جابوا لي مترجم عملت محضر ومعرفش اتواصل مع حد. يعني انا معرفش اتواصل مع حد خالص، معيش ارقام حد ولا عارف اوصل لحد وانقطع عن الدنيا دي كلها. يعني بقى قصه طويله، عمال معرفت اتواصل مع الاصدقاء يعني القصه كده، وان انا اطمن اهلي كمان انهم افتقدوني فجاه اختفيت. وانا كنت في الفتره بتاعت المحضر دي ببات في الشارع قدام الكربينيرا في عز المطر والبرد. بعدين سافرت لميلانو ادور على شغل عشان قالوا في مصريين كتير، لقيت مصريين كتير هناك مش لاقيين شغل اصلا. فقعدت في ميلانو في الشوارع، انا من كتر البرد كنت بركب الاتوبيس علشان التكييف فيه واقعد نايم في الاتوبيس وهو عمال يروح ويجي من كتر التعب والبرد. يعني كنت طول الليل امشي في الشوارع الصبح اركب اي اتوبيس عشان شويه دفع علشان شويه. وبعدين لحد ما وقفت على رجلي تاني يعني. لكن هنا انا عمري انا هنا في ايطاليا لا تلقيت مساعده من الحكومه باي طريقه من الطرق اطلاقا، غير بس ان هم اعطوا لي حق اللجوء السياسي، ما اعطونيش فلوس اطلاقا. ايطاليا بتاخد بس فلوس ما تديش فلوس لحد. لا بس هو لما انت بتعمل طلب لجوء لحد ما يبتوا في طلب اللجوء بيدوك تصريح عمل ولا ما بيدوكش تصريح؟ اعطوني تصريح عمل. اعطوني تصريح عمل. فما دام ادوك تصريح عمل يبقى هم مش ملزمين منك، انت بقى تدور. المفروض ان هم ملزمين لان انا راجل ما بتكلمش اللغه بتاعتهم. فهم المفروض يعلموني، لان انت لو هم ما عملوش كده انا كده مشروع واحد متشرد، الحكومه ما بتساعدتنيش اطلاقا. ال يعني الحق يقال يعني انا تعبت كتير عشان كده، اشتغلت كتير من غير عقد ولا حاجه، اضطريت اشتغل في المزارع، في اشتغلت انواع من الشغل من غير حقوق بس عشان اقدر اكل. ف يعني ال يعني 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 قصتي في ايطاليا كانت صعبه جدا. انا كنت اتوقع ان يكون في ان هم يساعدوني في التعليم مثلا او كده، أو حتى اللغه ما ساعدونيش في تعليم اللغه، ما ساعدونيش في اي حاجه خالص على الاطلاق. يعني دخلت بقى مرحله جديده مختلفه في حياتي، يعني معاناه شديده جدا. القضيه بتاعتي دي بتاعت اللي انا عاملها عشان الاغراض بتاعتي لحد دلوقتي لم تحدد ليها جلسه في المحكمه لحد دلوقتي، بقى لها اكتر من سنه، يعني سنه وست شهور. وايه هي الاغراض بتاعتك؟ انت اساسا كنت طالع في الزودياك، ما فيش معاك حاجه يعني؟ حاجات اشتريتها، ما دي حاجات كلها اشتريتها في الفتره اللي كنت فيها في لاميتسيا،
وكلها اشتريتها من شركة. انت كنت بتشتغل فاقتنيت حاجات وجاز احمد النصري ده كانش عليها حاجات مهمه لليوتيوب والحاجات دي، وفخاطر الوصول لقناتي على اليوتيوب والفيسبوك والحاجات دي قعدت سنه مش قادر اوصل لحسابي على الفيسبوك ولا تويتر ولا اليوتيوب. قناتي القديمه لحد دلوقتي مش بعرف اعمل بثوث منها لان انا مش عارف ادخلها اساسا. عملت قناه جديده القناه القديمه اللي فيها 60,000 مشترك بقالي اكتر من سنه ونص ما بعرفش ادخلها. حسابي قعدت سنه وشويه على الفيسبوك ما اقدرش ادخله، يعني ما عنديش الباسورد ولا وارقام التليفون اللي كانت مرتبطه بيها الحاجات دي كلها معاه. حتى حساب الباتريون بتاع الفلوس اللي بتاعت المتبرعين بتوصل له هو مش ليه انا، لحسابه هو في البنك. عشان كده انا حاولت اقول للناس ان هي ما تتبرعليش على باتريون علشان خاطر دي فلوس هو بياخدها لحد النهارده. لانك انت ما عندكش اكسس على الحساب بتاعك فما تقدرش تلغيه. لا فلو واحد راح على القناه القديمه بتاعتك من الممكن كله مرتبط بارقام تليفون هو اللي كان باسم، لان انا حتى في البدايه كطالب لجوء ما كانش من حق ان انا اشتري خط تليفون باسمي ولا افتح حساب في البنك باسمي ولا اعمل اي حاجه. فده سيء جدا في الحقيقه. اعتمدت على نفسي يعني في ايطاليا بشكل كامل، عشان في ناس بتقعد تقول لك انت الحكومه الايطاليه بتساعدك او الحكومه، لا الحكومه الايطاليه ربتني زي الكلب في الشارع يعني. طب امتى الدنيا بدات تتظبط معاك تدريجيا؟ لا الدنيا انا بكافح علشان اعيش، ما زلت بكافح علشان اعيش. الدنيا اتظبطت معايا لما اخذت السكن اللي انا فيه ده، قدرت ان انا اعمل ريزيدنسا واعمل كارت ايدنتيتا، اعمل البطاقه الشخصيه، وكان لازم افتح حساب في البنك علشان اعمل الحاجات دي. احد الاصدقاء في المدينه اللي انا فيها حاليا ديت ساعدني في ان انا استاجر الشقه دي. قبل كده ما كنتش عارف استاجر الشقه لان ما عنديش البوستا باج، ما عنديش عقد عمل يثبت ان انا هقدر ادفع الايجار والكلام من ده. فالدنيا ظبطت لما من شهرين لما جيت هنا، بس نسبيا يعني لحد دلوقتي برضو انا مثلا عايز اطلع رخصه قياده سياره لانها مهمه جدا في الشغل، تفرق معايا كتير جدا، ومحتاج ادخل الامتحان بتاعهم صعب جدا والدراسه صعبه، مصطلحات المرور والحاجات دي مش سهله. في ناس بتفتكر ان انت مجرد ما هتنزل مثلا ايطاليا او كده ان انت حياتك هتتغير، لا انت ممكن تعاني اكتر من بلدك كمان. انا حبيت اقول التجربه بتاعتي بامانه. في ناس بتسال يعني مفكرينها لا انا تعبت في السنتين دول في ايطاليا، تعب شديد جدا خصوصا تعب النفسي، لان انت في بلد انت غير مرغوب بيك فيها للامانه الشديده. احنا كعرب غير مرغوب بينا في اوروبا، والسبب للاسف احنا، سبب احنا. وبعد كده يعني بالاضافه احنا بنتكلم على الفساد، ولكن يعني واضح انك انت اللي اذاك اكتر فساد الجاليه نفسها، يعني ما بين انك انت داخل المعسكر نفسه لاسباب طبعا ليها علاقه بالطائفيه والدين بتاع والدين وكده، هو جرى ضردك، وبعد كده هو الشخص ده اللي شغال يستغل الناس، رغم مصري وشغال بقى يستغل الناس، ولغايه ما هو يعني أضرك أكتر ما في الفلوس والتعب بتاعك في إن هو أخذ منك التليفون وقطع عن العالم كله. أنا لو أفهم إن إيطاليا بقى مش هتنصفني، أنا فاكر إن أنا هروح للشرطة هيجوا ياخدوه ويجيبوا لي حاجتي والكلام ده، لكن أنا لو عارف إن إيطاليا والقضاء هيركني الركنة دي كلها كنت اتعاملت معاها بشكل مختلف صراحة. يعني أنا حاليا في الحاجات ديت، لا أنت أحيانا في هنا في إيطاليا بتحتاج تاخد حقك بدراعك يعني. يعني دلوقتي بعد سنتين من دلوقتي لو حطيت في نفس الموقف ده كنت كسرت رقبتي وخدت منه الموبايل وطلعت شقتي، جبت الشقه جبت منها الحاجات وكوعته يعني. بس انا افتكرت نفسي في بلد يعني متحضر وهيجيبوا كاميرات المراقبه ويشوفوا اللي حصل والكلام ده، مفيش اي حاجه من دي حصلت يعني. وده على اساس انكم انتوا اجانب في بعض، ف معرفش على اساس ايه، بس انا اللي ادركته هنا في ايطاليا ان المحكمه القضيه بتتراكم فيها بالسنين لكل الناس ايطاليين واجانب يعني. يعني الحاجات اللي زي كده المهم يعني مش بالضروره ان هي دي قاعده وكده يعني، بس هي المحاكم ايوه بلها طويل حتى في اوروبا يعني. بلها طويل وده بيضيع حقوق الناس. يعني انا دلوقتي بعد التجربه اللي انا عانيت منها بسبب الواد ده المعاناه دي،
يعني شعرت بالظلم، شعرت بشعور نفسي سيء جدا يعني طول السنتين دول. يعني ما انا المفروض ان انا في بلد تحميني او مثلا بلد متحضر يجيب لي حقي او كده، ده اللي كنت بتخيله يعني. ماشي، لكن هو دلوقتي انت بقى عندك اقامه قانونيه وعندك سكن وعندك شغل، فيعني المفروض كده. باسبور، وعندي باسبور كمان، اعطوني باسبور. باسبور ايطالي، باسبور لاجئ، مكتوب فيه لاجئ. تمام. طب يعني عندك كمان حريه حركه، فيعني معلش في يعني ما في كل واحد سافر بره، وده شيء انت كويس انك انت قلته، يعني ما يفكرش ان هو اول ما هيوصل ايطاليا او اول ما يوصل اي دوله اوروبيه خلاص هيتاخد بالحضن والكلام ده كله، خاصه يعني اللي هو مش طالع اساسا، اللي هو رايح زي الهجره بتاعت كندا بتاعت استراليا بتاعت اللي هو يعني كل شيء معد لاستقبالهم وكده، هو لا ده دي اساسا هجره غير شرعيه. هجرة شرعية ومفيش مقارنة ما بينها والمجتمعات العربية، أو لو أنت رحت السعودية هيرحلوك ويدمروك، لو رحت الإمارات بشكل غير شرعي هيرحلوك، مش حد ولا الدول العربية ولا الإسلامية ولا حتى تركيا اللي عايزين تردوا اللاجئين بشكل جماعي. لكن أنا بتكلم هنا النموذج اللي متحضر اللي في دماغ الواحد لأوروبا، إحنا كلاجئين إحنا عملنا تعديل في سياسات الدول دي وفي موقفهم من اللاجئين عموما، اللاجئين العرب عموما مش محبوبين. انا مش عاوز اتكلم عن الاسلام لان دايما الحديث بيقودنا للاسلام يعني، لكن الاسلام دين عدائي جدا يعني، وبيكره الناس وبيخلي المسلمين مكروهين للاسف بامانه. ايه اللي يخليني اتحملك انا وانت جاي عندي لاجئ وعمال تقول لي انتوا تستاهلوا الذبح وانتوا تستاهلوا ان ربنا يخسف فيكم الارض عشان انتوا اهل اجرام واهل فواحش واهل تبرج واهل معاصي؟ طب ايه اللي جابك عندنا يعني، اللي جابك عندنا؟ فالمشاعر دي، وانا ما كلش الاكل بتاعكم، وانا ما اعملش مش عارف ايه، عقده. هم مش مضطرين يصبرك، بس هم ما بيعرفوش حتى يعني. هم المفروض ان ايطاليا تغير سياستها من اللاجئين يعني. ما ينفعش انتوا تستقبلوا الناس وما تهتموش بيهم، ما تستقبلهمش يعني. اللي انت شوفوه مش سهله موضوع حكايه ما تستقبلش يعني. انت جاي مثلا في الزودياك اللي انت كنت فيه ده ومكسور بيكم، ما يقدرش ما يستقبلكش. ما هو يقدر يا سيدي الفاضل، الناس دي كلها هو انقذنا. الناس دي كلها جايه من تونس، الناس دي كلها جايه من تونس. اقول لك على الاهمال والغباء، معلش يعني، اصل ربما مش ملاك. الاشخاص دي كلها التوانسه دولت كان ممكن يتم ترحيلهم الى تونس ويقال لهم عيب كده ما تعملوش كده، لو جيتوا تاني هنرحلكم فمش هيجوا تاني، تمام؟ لكن هؤلاء الناس دلوقتي موزعين، انا عارفهم موزعين على ما انا عارف ان الكلام ده ممكن يزعلهم لو شافوني يعني، بس الموضوع مش شخصي. موزعين على الدول الاوروبيه اللي في فرنسا واللي في بلجيكا واللي في كذا واللي في كذا واللي في كذا واللي في كذا. هؤلاء الاشخاص ما عندهمش كيس، ما عندهمش قضايا، ما عندهمش قضيه يطلبوا جدا. انا وضعي مختلف. انا كنت اعرف ارجع بلدي كنت رجعت، وانا قعدت 12 سنه في بلدي ما ساعدتش للهجره ولا اللجوء يعني. فالناس دي ممكن تكمل، معلش يعني. هم الاوروبيين مش مطلوب منهم ان هم يعني يحلوا مشاكل العالم حاليا على الاقل. فالناس دي كانت ممكن ترجع، طالما انت عندك عدد من اللاجئين انت مش عارف تعتني بيهم زي الناس، ومش عارف مش عارف تدي لهم يعني فرصه ان هم يبداوا حياه جديده، معلش خلاص على الاقل هم يرجعوا بلادهم قديمه عشان في وسط اهاليهم يعني، فاهمني؟ لكن لا، انا متفق معك على الاقل يبقى في نوع من انواع التمييز، يعني مثلا ان احنا مش هنسيب ناس في البحر، فاحنا نستقبلهم وبعد كده نشوف قضيه منهم، فاللي يستحق واخد لباك وفي خطر على حياته نستقبله، بس يوم ما نستقبله يبقى نهتم بيه، غير كده هو نرجعه. ما فيش خطوره على حياتهم ولا خطوره على حياته، في خطوره منهم على حياه الناس هنا يعني. انت اللي هو ساعات بيستهبلوا الضرائب، حتى يعني في مشكله بين اوروبا وبين ايطاليا على اساس ايه؟ ان هم عارفين ان الناس مش هتقعد خاصه في جنوب ايطاليا عشان الشغل والكلام ده كله، فهم بيستقبلوا بياخدوا معونات من الاتحاد الاوروبي وخدوا كتير يعني، فيعني عشان كده برضو في ملف الفساد ده، فبياخدوا معونات. في غباء، عارفين ان الناس مش هتقعد في ايطاليا، اللي هيطلع على المانيا ولا هيطلع على فرنسا. اللاجئين الباكستانيين والبنجلاديش والمسلمين في الكامب اللي انا كنت فيه، لما طالبان طردت الامريكان او الامريكان انسحبوا، عملوا وليمه كبيره جدا وجابوا اكل في الكامب وعملوا احتفال بمناسبه ان طالبان، طب ما تروحوا تعيشوا في افغانستان، حرام يعني حرام.
وانا الكامب ده انا نفسي هم استمتعوا بالبقاء فيه وانا طردت منه وانا راجل انا عندي مشكله. فانت فقصه مره بالنسبه لي جدا، دي مره بالنسبه لي جدا. انتوا بتعانوا من المسلمين وفي ناس انتوا مش عارفين يعني تحددوا بالضبط مين اللي لاجئ ومين اللي مش لاجئ. هو مش لاجئ، هو جاي من بنجلاديش او باكستان، هو لاجئ اقتصادي، هو مش لاجئ سياسي. وبعدين ده مش غلط ان هو يكون لاجئ اقتصادي، بس يعني على الاقل يكون بيحب الناس اللي هو جاي يلجأ ليها، على الاقل على الاقل يكون عنده مبادئ تسمح ليه ان هو يحب الناس اللي هو بيلجأ ليها، مش بيكرههم، مش ناقم عليهم، مش بيسمي بناتهم عاهرات مثلا زي ما بنسمع منه، علشان خاطر مش لابسين لبس على مزاجه. في بعض الناس اللي شغالين في حاجات زي كده هو بيبقوا اساسا، لان طبعا في انت عارف لما بيكون الشخص صغير في السن فملزمين هم طبعا ما يقدروش يرحلوه ايا كان الاسباب، وملزمين طبعا بتعليمه والاقامه وحاجات كتيره جدا ومساعدات وكده، يعني بيبقى ظروفهم افضل من الكبار في السن. ولا افضل ولا افضل. هنا في ايطاليا بيتسربوا من الاماكن بسهوله اللي هم محطوطين فيها، وبيروحوا يشتغلوا في ميلانو وبيشتغلوا في الاماكن ديت في الاسود، يشتغلوا اسود من غير ورق، وبيعانوا من كل انواع الاهمال. يعني في بعض الاماكن من ممكن بتختلف في التوقيت، اعرف لان اعرف ناس شغاله في حاجات زي كده، بس هي المشكله انك انت بتلاقي الواحد اول ما بيدخل بتدخل عليه مدرسه، فهو يعني المفروض ان هو بيتعلم، فيبدا يقول لها انت ايه اللي لبس اللبسه ده، وعايز هو يقول لهم تلبس ازاي وما تلبسيش ازاي، ولا احترمي مشاعرنا وكلام زي كده يعني. ففي بيحصل منهم اسوأ من ذلك، بيحصل من المسلمين اسوأ من ذلك، اسوأ من ذلك، اسوأ من كده، اسوأ من كده، وتحرش وبيوصل لجرائم، يعني بيوصل لجرائم بعد كده. وفي جرائم فعلا ارتكبت كتير في ايطاليا من اللاجئين، من قبل اللاجئين. طب انت شايف الملف ده راح يحصل فيه تحسين في دراسته والتمييز ما بين فعلا اللي يستحق البقاء، وبعد كده التعامل ازاي مع الناس دي، لان واضح ان التعامل معاهم صعب. السياسة الأوروبية غلط تجاه الإسلام عموما، هم الأديان عموما هم عندهم مبدأ مقدس تابو ومقدس صنم عند الأوروبيين، ان لا يجوز مس الأديان دي، فعشان كده هم حتى مش بيتعاطفوا مع الناس اللي هي بتنتقد الأديان، بيشوفوهم متطرفين يعني. فهم مش عايزين يحتكوا بالمشكلة الإسلامية أساسا، هم عايزين يحسنوا من فهم المسلمين للإسلام ويقدموا نسخة أوروبية من الإسلام، ودي حاجة شبه عليها شبه إجماع هنا حتى في إيطاليا. بيفهموا الناس حتى اللي شغاله في مكافحه الارهاب ان في فرق ما بين دين الاسلام وبين التطرف الديني الاسلامي، ان كل مسلم ممكن يبقى مسلم كيوت وما يفهمش الدين، على اساس ان هي نفس النسخه المسيحيه، كان الاسلام هو المسيحيه، ان انت ممكن تفهم الكتاب المقدس بشكل حرفي وممكن تفهمه بشكل مرئي، بقى ان في فرق كبير هم مش مدركين ما بين المسيحيه والاسلام في النقطه دي. المسلمين بياخدوا الاسلام على محمل الجد، مش قابلين ان هم يتبنوا نسخه محسنه منه. اغلب الشعوب الاسلاميه غير قابله ان هي تتبنى نسخه محسنه منه. الحل اللي انت يا اما الناس دي يا اما تبقى متخلصه من هذه العقيده الاجراميه اصلا اسلاميه علشان انا اتقبلهم، او لا او يفضلوا في بلادهم. يعني حرام يجوا في حرام يجوا بصراحه يعني بالمفاهيم بتاعتهم ديت ويعيشوا في المجتمع ده بصراحه. ده هو مش بس كده، هو ده هو كمان مع فكرة الإسلاموفوبيا هيبدأ كمان يبقى في خوف من نقد الإسلام، يعني حتى هيعامل معاملة خاصة مختلفة عن معاملة العقائد المسيحية واليهودية اللي يمكن نقدها والحديث عنها بحرية. هيجي الإسلام هيبقى في خلط ابن حرام ما بين تصورهم ان ده عمل عدائي ضد المسلمين وما بين اعتقاد، ما بين نقد العقيدة الإسلامية او القرآن او الأحاديث او الى اخره. الخلط ده انا ما اعرفش ازاي اوروبا مش قادرة تميز بين الاثنين. يعني انا لما انتقد اليهودية ما يقولوليش انك انت ضد السامية، لما انتقد المسيحية ما يقولوليش لا ما انت كده بتحرض على الكراهية، لكن لما اجي انتقد الإسلام او حتى الحجاب أو القرآن يقول لك لا ما أنت كده هو بتصم الناس دي، فبالتالي من الممكن أن تحصل أعمال عدائية ضدهم. إزاي يعني أنا أتمنى أن لعبة الإسلاموفوبيا دي ما تخيلش على الأوروبيين، طبعا في كندا في مشكلة كبيرة، وأن في ناس يعني بالنسبة لفرنسا في ناس بدأت تتكلم فيها بشكل واضح، فيعني أتمنى أنه ما يقعوش في فخ تقنين قوانين تعمل حماية خاصة واستثنائية للإسلام عن دون الأفكار أو الديانات الأخرى.
لا، هنا في هنا في إيطاليا في احترام للإسلام وحماية للإسلام، وفي إيطاليا عموما الدين، الدين ده حاجة مقدسة عند، يعني كل واحد حق الواحد إن هو يبقى متدين ويمارس شعائر دينه حق مقدس هنا. في كده المساجد مالية الدنيا، محلات الحلال، الحاجات، المنظمات والجمعيات الإسلامية والحاجات دي كلها موجودة، فلوس بتتدفق خصوصا من فرنسا كتير جدا على الجمعيات الإسلامية هنا في إيطاليا بلا حساب يعني. طب انت مش شايف ان في تغير في الوضع ولا من ساعة ما انت وصلت؟ انت ليك كام سنة في ايطاليا؟ سنتين، ليه سنتين. أنا مش فاهم بصراحة، أنا مش فاهم هو إيه اللي المفروض يحصل يعني. هل انت تتوقع مزيد من كونتونات خاصة بالإسلاميين وعمليات إرهابية تزيد عشان أوروبا من الممكن هي تصحى، ولا إن ده هيؤدي إلى يمين متطرف، واليمين المتطرف ده هيكون خراب على اللاجئين، كل اللاجئين، بل على البلاد بتاعتهم، لأن هم ما يحملوش غير أيديولوجيا عنصرية وما عندهمش مشروع، فهيبقوا كارثة، يعني يبقوا زي الفاشية. هما ما هي دي مشكلة، مشكلة في العنصرية، مشكلة في العنصرية اليمين وسذاجة اليسار. اليسار مش واقعي، اليسار مش واقعي، واليمين عنصري. بس اليسار بيدافع عن المسلمين وده مش صح، واليمين بيهاجم كل الأجانب. ما اعرفش ايه اللي ممكن تقوله في الاخر، يعني نتمنى ان الوضع يتحسن في المستقبل، لكن غير كده انت حابب تقول ايه في نهاية الرحلة دي؟ ايه يعني، ما اعرفش، هل من الممكن تقول لنا ايه اللي اتعلمته منها، التجارب بتاعتك؟ هل اتعلمت تقدر تقول في، انا اولا المجتمع الايطالي مجتمع جميل يعني، كشعب انا بحب الشعب الايطالي جدا، شعب جميل فعلا، كل ما تعني هذه الكلمه من معاني يعني. لكن اتعلمت برضو ان الواحد بعيد عن وطنه وبعيد عن بلده اللي منها اهله اللي هو عايش فيها، مواطن اصلي يعني، بيعاني كتير جدا جدا يعني. ان انت ممكن تكافح في بلدك وتعيش حياه يعني، ان اوروبا مثلا ما هياش الحلم الجدير بان انت تجازف علشانه بحياتك مثلا عشان تيجي في، لا يعني دي نصيحه يعني، ان انا اشوف ايه اللي ممكن يخليني اطور حياتي من جوه بلدي، لان في برضه امتيازات كتير جدا هتفقدها لما تهاجر يعني. اذا كنت تقدر تتعلم في بلدك يعني، الشباب الصغيرين اللي بيسمعوني اللي هم في المدارس او الحاجات دي، في ناس كتير بتكلمني شباب نفسهم يهاجروا، طب ما تطور نفسك في التعليم بتاعك، استغل فرصتك انت لسه صغير وتقدر تتعلم وتطور نفسك في بلدك على قد ما تقدر، على قد ما تقدر. انا اتمنى ان بعد، انت ليك سنتين، ممكن بعد 5 سنين نعمل لقاء ونشوف، ربما تغير رايك. اني انا شايف في اوروبا في معاناه، ومعاناه بتبقى شديده جدا في البدايات، خاصه لما تكونش نازل عند اشخاص هيوضبوا لك كل شيء، معاناه شديده، ولكن في النهايه اللي بيشتغل وبيثبت وجوده وجدارته المحصله في الاخر حياه افضل من حياه في الشرق. بس طبعا يعني دي خبرة شخصية ليا، خبرة ناس تانية معاكسة، فيعني ما حدش ياخد اللي انا بقوله يعني انه ايه فلان قال، دي احنا بنتكلم عن خبرات. في ناس اوضاعها هنا زي الزفت يعني، بعد ما عمل فلوس ومتعودين على انهم ما يدفعوش ضرائب وان يشتغلوا كده، هو فبيلاقي هنا سهل ان هو ما يحترمش القوانين، وزي ما انت بتقول المحاكمات بتبقى مؤجلة مؤجلة، لكن في الآخر هنا هو كله بيدفع، كله بيدفع. اللي بيمشي جد وبيجتهد مع الوقت بيحصل على كل شيء، واللي بيلاوع من الممكن بيكسب كتير جدا، وفي الآخر بيضيع كتير جدا، وبتبقى نهايته مش بالضرورة أفضل ما يكون. اللي يزيد مجهود في بلده برضه ما ممكن يبقى يكسب برضه ولا لا؟ صحيح، هي فكرة الحريات، فكرة انك انت، ما انت عادي، انت ما هاجرتش عشان مش لاقي شغل يعني، انت ممكن كنت راضي بانك انت بتاخد شغل وكده، ولكن انك انت عايز تبقى حر، مش عايز تعيش تحت التهديد، مش عايز انك انت تبقى قلقان انك انت من ممكن تعمل أسرة، ما تعرضوش لمراتك لأولادك الكلام زي كده. هو يعني احنا بنتكلم على حالة الأشخاص اللي زيك اللي هم عندهم مشكلة في ان هم يعيشوا أحرار ويعبروا عن أفكارهم
بشكل علني، وبعد كده ده بيبقى على حسب أهواء السياسة. يعني أنت كنت في فترة ما بعد الثورة فكانت الناس كلها بتتكلم في كل شيء، بدأت الناس تتكلم حتى على إن في موديلات كانوا في فنون جميلة في مصر لحد ما عرفش سنة كام كانوا بيبقوا عريانين، بدأت الناس تتكلم في حاجات ما كانش حد يسمع بيها. فأنت طلعت في فترة كانت ممكن كل واحد يتكلم في كل شيء، بعد كده ممكن تيجي فترة طمع، فيعني الأحوال برضو عندنا مش مستقرة يعني. ما عرفش يعني الموضوع صعب يعني إنه يعمله وما يعملهوش يعني، ولكن يعني ما يمنعش إن في 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 صعب إن شخص وإن كان مع الوقت من ممكن الناس اللي هتفضل صامدة وتقعد هيخلوا إن في وجود زي ما موجود في مسلمين وموجودين في مسيحيين واعترف بيهم، مع الوقت هيبقى في لا دينيين وملحدين ولهم وجود ومن حقهم يعبروا عن نفسهم وياخدوا حقوقهم من الممكن يعني. نتمنى على أي حال ده اللي احنا بنسعى عليه، إن الناس تفهم إن مفيش دين فوق النقد والسخرية منه، وإن الناس تفصل. يعني أنا لما أنا أنتقد المسيحية مش معنى كده هو إن أنا أقبل إن 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 كنيسة تتحرق، إن أنا أقبل إن واحد يبقى مهدد في حياته ليه عشان واحد استفز راح شتمه راح هو رد عليه، حتى الحديث على الخاص يطلع بره وتبقى يعني في معاملة تمييزية إزدراء بس للإسلام، يا إما إنك أنت تطبق القانون على الكل، يا إما إنك أنت على الأقل واخد لبالك تبقى في قوانين نحدد إيه حدود السب وإيه حدود النقد والكلام ده كله. على أي حال إن هو ده المناع، البهائيين لهم وجود من حقهم، أنا راجل لا ديني لكن لازم أدافع عن حق البهائيين، ورغم أن أنا عارف أن المسلمين والمسيحيين الاثنين ضد الملحدين، فيعني أنا موقفي من موقف على أساس مبدأ، فإن أنا لا ديني ولا ملحد ده شيء، ولكن في قضايا بتاعت الحقوق من حق الجميع أن هو يعيش حياة كريمة في بلده أيا كان اعتقاده. لكن للأسف الأديان بتفسد العقول وبتفسد الأخلاقيات وبتفسد القيم لدرجة أنه يتحد المسلم والمسيح عشان يروحوا ممكن يضربوا واحد ملحد أو عايزين يطلعوا قانون. يعني أنا مش عايز أتكلم أنا لأن دي حلقة بتاعتك، ولكن مثلا لما يطلع واحد مستشار بيقول أن الملحدين لا يستأمنوا، اللي لا يستأمن على دينه لا يستأمن على وطن، يعني كانوا بيتهم بالخيانة وهو عاملين يقول المجددين مستشار عبد ماهر اللي هو يعني مش ان احنا هنقتل المرتد عشان المرتد ارتد عن الدين، لان الدين هو حريه، هو ضد المرتد ويطلع كانه تنويري، يلا ما هو التنوير بتاع لامم، لكن في الاخر هو بيتهمهم ان هم خونه لا يستامنوا، لكن يدافع عن واحد مسيحي. انا مش ضد ان هو يدافع عن واحد مسيحي، لكن واضح ان الميزان مختل وان الاثنين ممكن يتحدوا مع بعض ضد الملحدين ويعملوا برامج مشتركه وتبقى نقطة الالتقاء هي العداء للملحد. الناس ما عندهاش مبادئ، الدين أفسدها. مش عارف، احنا وضع الشعوب بتاعتنا دي وضع سيء، كله بسبب الإسلام، كله بسبب الدين ده. في النهاية بعد برضو التجربة دي الواحد بيشعر دلوقتي بمسؤولية أكبر إن هو يوضح للمجتمعات بتاعتنا قد إيه الدين خلاهم في حالة سيئة. يعني هنا بقى لما بتشوف المجتمع الإيطالي عايش إزاي أو كده، أنا بشعر بحزن على شبابنا وعلى بلادنا. يعني معرفش بقى بقيت أوروبا كده، بس الناس دي بتستمتع بحياتها جدا، عندها سلام إلى حد كبير جدا. المايك مقفول. يعني كبرضو يعني برضو عشان الناس ما تاخدش فكرة برضو جزء من الحقيقة عن إيطاليا، إن برضو طلعينا، لأن لما بسافر إيطاليا ورحت بلاد كتيرة في إيطاليا لا الناس عايشة، طلعينا نفسهم عايشين كويس، عايشين كويس جدا، وعندهم إحساس يعني إنسانية عالية وذوق وودودين وإحساس عالي بالفنون والتذوق وكده. يعني بتكلم على تجربة اللاجئ مش على تجربة الإيطاليين. على فكرة حتى الأجانب المقيمين هنا في إيطاليا ظروفهم كويسة جدا، أصلا في هنا مساواة ما بين الإيطالي وغير الإيطالي في كل حاجة، في العمل والتأمين وكل الحاجات دي. أنا بس بتكلم عن تجربتي كلاجئ، لأن في مشكلة لجوء في إيطاليا، والحلقة هنا عني أنا مش عن إيطاليا يعني، فأنا حكيت تجربتي كلاجئ وتجربة اللجوء عموما، هي تجربة صعبة جدا. إنما أنا ما تكلمتش عن الحياة لسه في إيطاليا، يعني الحياة في إيطاليا بصفة عامة مفيش مقارنة بينها وما بين الحياة في أي بلد إسلامي مثلا.
ناس تعيش حياة صحية، ناس متحضرة بالفترة، مولودة متحضرة، التحضر بتاعهم ليه جذور، أجيال من المتحضرين وارثين التحضر، فهمني؟ ففي الحاجات اللي احنا بنكافح علشانها ديت مسلمات عندهم، يعني الحاجات اللي احنا بنكافح علشانها حق التعبير، حق الإنسان يبقى محترم عموما، ما حدش يدخل في حياة الآخرين، الكلام ده الحاجات دي يعني عندهم راسخة يعني. فإيطاليا يعني لا، الحياة فيها جميلة. أنا لما حكيت عن تجربة اللجوء بتاعي كانت صعبة، وعموما تجربة اللاجئين صعبة، تجربة اللجوء في أوروبا صعبة، إيطاليا خصوصا صعبة، أعتقد اليونان برضو وأسبانيا أظن، مش عارف، برضو هتبقى بنفس الصعوبة. اللي أنا بفكر فيه دايما الناس اللي هي بتكلمني خاصة في السنين الأولى، فيعني أنا مبسوط إن أنت قلت كده عشان الناس ما تطلعش بتصور يعني لما خلاص مع ويعني حتى في ناس من ممكن تاخد كلامك على إن خلاص دلوقتي بقت يعني إيطاليا بقت إسلامية، يعني بقت الناس بتقول وهم اللي مسيطرين على الشوارع وكده يعني، فيعني برضه عشان ما نوصلش فكرة مش مظبوطة للناس، فأنا مبسوط اللي أنت بتقوله ده يعني، كمل فيه. المسلمين منعزلين نوعا ما هنا، مش مؤثرين، لكن في عزلة يعني شوية عندهم. أكيد في ناس اندمجت وغيرت، الناس من المغرب مثلا العربي كتير منهم مندمجين، شفت كتير من الإيطاليين متجوزين مغربيات، أو من المغاربة متجوزين إيطاليات، يعني في اندماج إلى حد كبير جدا. بالنسبة لو سألتني برضو عن يعني جودة الحياة، أقول لك مفيش مقارنة بصفة عامة، مفيش مقارنة. ممكن كمان أنا لو واجهت كل الحاجات دي في سن مختلف، أنا عندي 40 سنة دلوقتي، كانت هتفرق يعني، لأن تكون أنت في 40 وداخل ناحية ماشي ناحية 50 وداخل ناحية 60، ده بتفرق كتير، لأنك أنت تبقى حاجات كتير عاوز تنجزها بسرعة، والحاجات دي لازم تصبر عليها، زي اللغة، زي الشغل الكويس. الواحد في السن ده برضو بيبقى في سن الأربعين بيبقى مرتبط أكتر بالعائلة بتاعته، أو جو العيلة عموما، يعتني بأهله، فده الواحد برضو مفتقد، فتزود صعوبة التجربة بتاعتي يعني. أن أنت تبدأ بداية جديدة في السن ده هي كانت برضو مشكلة بالنسبة لي. صحيح، تجربة الهجرة في الظروف بتاعتك والسن اللي انت برضه هاجرت فيه وكده يعني اكيد، وبعد كده انك انت يعني برضه مهما كان يعني سنتين، ومع ذلك في السنتين دول رغم كل المشاكل اللي انت تعرضت لها الا انك انت في الاخر برضه حصلت على اقامة وانتقلت المكان كويس، يعني برضه في حاجات ايجابية يعني، كل ده شيء مبشر. عشان كده انا بقول لك من ممكن بعد يكون لي 5 سنين مثلا، بعد 3 سنين نتكلم معاك وكده. هو وانت اشرت برضو شيء كويس من باب الانصاف، ان في ناس بتيجي من الشرق وناس من خلفيه اسلاميه وبيندمجوا في المجتمع وبيختلطوا بيه وبيغيروا افكارهم، فيعني برضو عشان ما يبقاش النظره ان هو يعني كان الشخص الشرقي غير قابل للاندماج مع المجتمع في كل الاحوال، برضو دي نظره برضو متطرفه. أكيد عندهم صعوبة خصوصية للاندماج، لأن الدين اللي دخل في الدماغ ده برضو خرب ما خرب، فعشان يتغلبوا عليه بيعيشوا صراع استثنائي، لكن في ناس بتنجح وفي ناس بعد كده. هو كتير جدا من الجيل التاني، رغم أن في بعض من الجيل التاني بيلجأ إلى التطرف، خاصة لما بيعيش في جيته وبيعيش في حتة كده هو معزولة، ويشعر لأسباب موضوعية أو لأسباب دعائية من الدعاة الإسلاميين إن هو مكروه، وإن الشعوب دي كانوا مسيطرين علينا، أو ده حقي، مش فرنسا كانت تعمل كده في الجزائر، حقي. المهم يعني كان الله في عون الأوروبيين بالعقلية دي يعني، لكن على الدماغ وكده هو يعني تصدق. على أوروبا أن تقلق من الإسلام، على أوروبا أن تقلق من الإسلام، لكن وعلى أوروبا عموما أن تقلق من الإسلام، وألا يدعو هذه المهمة لليمين، لأن اليمين متطرف، اليمين غير سوي في أفكار، لكن على أوروبا المتحضرة، على التقدمين في أوروبا أن يقلقوا من الإسلام، لابد أن يتعلموا القلق من الإسلام. تمام، أنا شايف أن هو في حاجتين نذكرها كويس يعني، أنا أعتقد أن هو يعني
لو خرجنا بها بشيء كويس على أوروبا أن تحترز وتخاف وتقلق من الإسلام، هذا شيء، وبالتالي كل القوانين بتاعت الإسلاموفوبيا دي هتؤدي إلى كوارث إن أجلا أو عاجلا. فياريت يعلم بالنقطة دي. النقطة الثانية اللي انت قلتها، لأن بنلاقي دايما في الشرق عندنا خاصة من الناس اللادينيين يقول لك ما فيش حل للموضوع ده غير اليمين، فأنت قلت اليمين مش الحل، دي ممكن تكلمنا فيها، لدي نقطة مهمة جدا وأنا بنزعج. يعني الناس تقعد تدعو إلا إيه، إن أي واحد مجرد ما إنك أنت شكلك عربي، إنك أنت اسمك محمد، يبقى تروح هناك عايزين أيوة اليمين يمسك ينفخهم، مفيش أمل منهم، ضربوهم عوروهم، ما ينفعش من الأرض. يعني واخد لبالك ساعات أنت في الحالة دي بتبقى عربي الاثنين ضدك، يمين هيبقى ضدك، اليمين هيأذيك أنت شخصيا. يعني هيأذي البلد نفسها، هيأذي الفرنسويين، هيأذي البلاد. أوروبا مش هتبقى أوروبا باليمين، اليمين هيدمرها. اليمين هنا في إيطاليا الحاكم مش بالصدفة حاكم في إيطاليا، لا حاكم لأنه ليه شعبية كبيرة جدا، وده ما حسنش حاجة في إيطاليا زي ما أنت بتقول. يعني ده ما مش هيحل، اللي هيحل المشكله موقف متوازن مبني على الدراسه. لان هو اليمين شعبوي، يعني هو خطاب شعبوي زي خطاب الدين الاسلامي، زي الخطابات السيولوجيه يعني الشعبويه. فعمره ما الخطابات الشعبويه اللي بتدغدغ المشاعر مش مبنيه على اسس وهي رد فعل وفيها كراهيه، يعني فيها عاطفه كثيره جدا، ده عمره ما بيعمل بلاد. على اي حال يبقى انا يعني اضم صوتي لصوتك، هو على اوروبا ان تحترز من الاسلام، وان اليمين ليس هو الحل. ده من وجهه نظر، يعني اللي يختلف طبعا احنا هنا مش بنفرض ارائنا على اي حد، يعني واحنا بنمر بتجارب مختلفه يعني. فاتفضل صديقي، ممكن تنهي الحلقه. اتفضل. انا عايز اقول حاجه بحق الشعب الايطالي، يعني احسن شعب اتعاملت معاه في ايطاليا، اتعاملت مع ناس من جنسيات كتير، بس احسن ناس فعلا عجبت فعلا باستقامتهم واخلاقهم هم الايطاليين، يعني نفسهم احيانا يبهروك بانسانيتهم. يعني برضو في ناس بتساعد، في ناس كتير ساعدتني في مدرسه في ريجيو كالابريا حيث كنت اقيم، بتعلم الاجانب مجانا مثلا، مدرسين متطوعين كلهم كانوا لطفة جدا معايا، ولما غادرت المدينة ديت هم عملوا لي حفلة وجابوا لي كتاب هدية وعملوا وسلموا عليا ودعوني كأن واحد من الأسر بتاعتهم يعني، ومازلنا على تواصل. كل الناس اللي تعرفت عليها الإيطاليين هنا بصفة عامة بيتحل بالاستقامة، لما تحتاج حد في شغل إيطاليا أو يعمل لك حاجة مهما كانت، ينجز أي عمل، بتلاحظ ان هو بيتقن عمله جدا. وبتلاحظ المساله هنا جميله جدا اللي هو الامانه برضو، يعني مش هتخاف مثلا صنايعي هنا يقول لك على حاجه، تجربتي بتقول كده، على حاجه مثلا اكتر من سعرها. العرب اللي اتعاملت معاهم هنا كانوا بيعملوا للاسف عكس كده، للاسف يعني، للاسف الشديد. مش ضد العرب، لكن يعني انا عربي او نطق باللغه العربيه، واتمنى ان شعوبنا، لأن الأخلاق دي ممكن نكتسبها، الاستقامة وعدم الكذب واللف والدوران والحاجات دي كلها أخلاق فينا لازم نغيرها. أنا كمجتمع إيطالي، أنا لما بحب أتعامل في أي حاجة بحب أتعامل مع الإيطاليين، يعني بكون أكثر استقامة ونزاهة. وشعب الإيطالي شعب عاطفي جدا، يعني ما هوش يعني لما غرقت المركب مثلا في اليونان في ناس شفتها بتبكي، يعني انا ما شفتش ناس عربيه بكت كده، لكن شفت ناس بتبكي لما غرقت المركب. ايضا في المركب اللي فيها كان عدد كبير جدا من المصريين اللي ماتوا، منهم اطفال وكلام زي كده. هو في مصر الناس ما سمعتش عنها، في اليونان عملوا حداد عليها 3 ايام، وفي ايطاليا الناس بتبكي. يا جماعه والله اوروبا دي اللي قاعد يقولوا الامبرياليه، وفي عداء فطري كده عند اليسار ناحيه اوروبا وامريكا، بس مؤدلجه. ولو تشوفوا الناس دي فيهم عيوبهم وفيهم الفساد، لكن الناس دي ارتقت عننا. خلينا نتكلم بصراحه، الناس دي ارتقت عننا في حاجه. بس عشان في الاخ ليبرالي مصري
لما احنا بنقول اليمين مش هو الحل، مش معنى كده هو ان اليسار المايع اللي عايز قوانين الاسلاموفوبيا والحجاب وثقافتهم والتميز الثقافي ومن حقهم ومن حقهم، مش معنى كده ان هو الحل. احنا بنعيب على الاثنين. عشان كده هي يعني اوروبا هتتعامل ازاي مع المشكله بشكل واقعي وانساني، واقعي وانساني. لو الانساني غلب على الواقع تبقى سذاجه، والواقعي على غلب على الانساني او ما خدش بعين الاعتبار الاختلافات والجانب الانساني، ما تبقاش اوروبا اوروبا، وما تبقاش في حاجه اسمها حضاره في النهايه. عفوا للمقاطعه صديقي، اتفضل. كنت عايز تقول حاجه. حتى عندما غرقت المركب في في في, في كالابريا قدام مدينه كريتوني ايضا الناس حزنت جدا، وكانوا بيروحوا يحطوا مكان الشط ناحيه مكان المركب الموج بيحدف الحاجه، كانوا يحطوا ورود فضلت شبه مكتم في كالابريا المقاطعه دي علشان التعاطف مع الناس. يعني عموما انا لما تكلمت او انتقدت، يعني انتقدت السياسات تجاه اللاجئين وهي مش مظبوطه. مش بالضرورة بقول إن هم يرحبوا بكل اللاجئين ويشجعوا اللي هم مهربين البشر على إن هم يتمادوا في إن هم يغرقوا البلاد الأوروبية باللاجئين، لكن أنا بشوف إن حل مشكلة اللاجئين دي أكبر من فكرة إن إيطاليا تحمي حدودها أو إن هي تنظم وضع قبول اللجوء. لا، يعني الفكرة لازم تتعدى إلى إصلاح المجتمعات الإسلامية. إيطاليا وأوروبا عموما وأمريكا والدول الغربية غنية جدا وعندها إمكانيات إن هي تقدر تساعد الناس دي على إنهم يتغيروا للأفضل. أكتر حاجة محتاجها الشعوب دي مش المساعدة المادية. أمريكا جربت في أفغانستان، صرفت فلوس كتير جدا في أفغانستان، مليارات تريليونات الدولارات اتصرفت في أفغانستان من غير أي تقدم، لأن أمريكا أخطأت السبيل. أمريكا أنفقت على بناء مؤسسات لكن ما أنفقتش على تغيير المواطن الأفغاني نفسه أي حاجة، ما أنفقتش. واضح أنهم مش مهتمين بالنشطاء اللي هم عندهم مشروع للتغيير. أنا واحد من الناس اللي كان من أول ما سبت الإسلام وكان عندي مشروع لتغيير المجتمعات الإسلامية. أنا لم أتلقى أي دعم بالحقيقة، تلقيت إعاقة من كل الأنواع. كتير من التنويريين اللي كان ممكن يتم التعويل عليهم ويتم على الاقل مساعدتهم في انهم يوصلوا رسالتهم، احنا بنستخدم اساليب بدائيه جدا، حساباتنا بتتحظر، قنواتنا بتتقفل من غير اي عون، احنا بننحت حرفيا لوحدنا في الصخر من غير اي دعم. الحركه التنويريه لا تحظر اي دعم ان لم تكن بتوضع امامها العراقيل. الحل في العالم الإسلامي دائما من وجهة نظري ان هو ان يتم فهم الإسلام وخطورته، ادراك خطورة هذا الدين، ويكسروا الأوروبا والغرب يكسر التابو اللي هو بتاع ان لا مساسة بالأديان او ان الأديان دي يجب ان نحترمها ونعززها ونحتفل بها ونهيص في الهيصة ونزيد في الزيت، لان ده مش هيؤدي غير الا كل شر للعالم الإسلامي والأوروبا. شكرا لك صديقي الغالي أحمد حرقان. قريب عدد من الأسابيع بعد ما أنهي جولتي، بس يعني لو صحتي تحسنت أكيد، يعني أصلا ده دور إنفلونزا عادي يعني، بس أنا اللي بتدلع. المهم أخلص جولتي يعني ما بين بلجيكا وهولندا، يبقى على الشهر اللي جاي هاجي أزورك. وبعد كده هو السنة اللي قريب منك مش بعيد لحسن الحظ، أقرب من الأول يعني. تمام، ايوه خلينا في ال وبعد سنه هاجي لك. انا اعتبرني نبي، هيتغير خطابك ووضعك في ايطاليا، لان هي دي البدايه اللي كانت صعبه اللي انت وصلت لها. بعد سنه الامور هتستقر وهتبقى زي الفل، وهيبقى خطابك مختلف مليء باشياء نتمنى لها لك. نتمنى، معلش الانفلونزا يا جماعه. وأنا أساسا يعني عندي سينوزيت جيوب أنفية، فيعني مش ناقص كمان الخنفة بتاعت الدور يعني. لا هتبقى كل شيء تمام، وهبقى أفكرك. هي متسجلة الحلقة على فكرة، متسجلة. أتمنى أنا مشروعي للمستقبل في إيطاليا هنا، أنا عايز أعمل مؤسسة
لي وريت ده برضو فرصه عشان اعرف اذا كان يعني برضو نحط ايدينا في ايد بعض يعني مش لوحدي، نعمل مؤسسه هنا في اوروبا معنيه بوقف على مستوى العالم، مش بس النطق باللغه العربيه، بوقف مساله التلقين الديني للاطفال يعني. ودي حاجه تبدو وكانها حمقاء وغير واقعيه، لكن ده حق، طالما حق لازم نقف وراه. يعني في مهزله مستمره بتحصل، وهي ان الاطفال احنا العالم يستسيغ فكره التلقين الديني مع انها فكره في منتهى الظلم والتعدي على الطفوله. فان احنا على الاقل نقدر نلقي الضوء على المساله دي، نوصل للامم المتحده الفكره ان ضمن حقوق الطفل يدرك حق ان هو لا يلقن الخزعبلات، ولا يكبر على لان تشويه الطفل بدين من هذه الاديان تشويه في الحقيقه، يعتبر تشويه، جريمه تشويه. فاحنا لو نقدر، دي مساله مهمه جدا، انا فعلا نفسي اقدر اعمل حاجه رسميه ومنظمه توصل للناس فكره ان يجب ان تنتهي مهزله التلقين الديني. اثناء ذلك على الاقل يكف عن تلقين الاطفال الدين في المدارس، ويتم تجريم اللي هو اي عمل يهدف الى ادلجه هؤلاء الاطفال وهم لسه اصغر من ان هم يستوعبوا الحاجات اللي بتتقال لهم. يعني ده برضو ده المشروع بتاعي اللي انا اتمنى قبل ما اموت اقدر اعمل فيه حاجه يعني ذات بال. يعني احنا عندنا في صديقنا الموريتاني اللي انا استضفته اللي كان محكوم عليه بالاعدام مخيطر الشيخ مخيطر فكان حكى لنا برضو رحلته، كانت يعني حلقه مؤثره جدا. وده بيرد على السؤال الاولاني او يعني الاستفسار الاولاني او التعليق اللي احنا ذكرناه في البدايه، يعني ايه يعني ما شفناش حاجه؟ لا يعني والله ما فيش بلد من البلاد دي ما شافتش، يعني حتى من ناحيه الحريات تونس اذا كانت الافضل. فيعني في المهم على اي حال انه من الممكن، لان هو عنده برضه منظمه، فمن الممكن ان تلتقوا مع بعض وكده يعني. فعلى اي حال اي عمل منظم بشكل رسمي وكده هو بيبقى شيء كويس. على اي حال انا بالنسبه لي الاهم من ده كله هو انك انت تستمر في قناتك ونشاطك، وتاكد انك انت مؤثر جدا ومن الشخصيات الجميله اللي عندك هدوء وافكار جميله ومقنع، فدي كلها يعني وكاريزما، فكلها دي يعني حاجات في صفك، مش بس انك انت محبوب وانك انت مسموع. فيعني انا اتمنى انك انت تستمر، هو ده الاهم. بعد كده طبعا في اي انشطه من اي نوع تاني فده شيء كويس، خاصه انك انت بتعمل عن اقتناع وحاسس انك انت ليك رساله، وده بيدي للحياه معنى في الواقع. يعني في ناس بتسال انت بتعمل ليه كده، هو ما لان انا في مش هقدر اعمل غير كده. يعني شكرا للوسائل التكنولوجيا اللي سمحت لنا ان احنا نطلع ونتكلم، مش ان الناس بالضروره تقتنع، لان احنا في النهايه وهو ده الشيء مش هنخرج من ايديولوجيا عشان نقع في ايديولوجيا ثانيه، وان اللي يختلف معانا يبقى بالضروره ابن جزمه ونقعد بقى نفتح له ونشرشح له وابوك وامك وعيلتك والكلام ده كله، وانت حاصل على ايه شاهد والكلام ده كله، يبقى احنا ما اتحركناش. من حق الناس انها تختلف معانا، وبالعكس ده شيء كويس، من الممكن كمان يتفق معاك في جزء لكن معترض عليك وماله، كل ده شيء كويس. يا جماعة احنا عايزين نكسر التابوهات، تتكلموا ونتكلم بحرية، وفي الحرية ده والجو ده الناس كلها بتتعلم، احنا ما تعلمناش في مدارس، فلا مدارس ولا وزارات ثقافة ولا أندية شباب ورياضة، الدولة قصرت في حقنا، فاحنا طلعنا ما نعرفش حتى ولا نعرف لغات ولا متنيلين على عيننا، مع المدارس القرآنية مع الكنتونات اللي هي بتاعت المسيحيين والكلام ده كله، طالعين احنا ما عندناش حاجة. فيوم احنا نعرف شيء ونطرحه ونبدأ احنا انت بديل، مش هقول ثقافي من ناحية بس المعلومات، من ناحية الأفكار والجرأة على الفكر وحقوقك وحقوق الآخر برضو في ان هو ينتقدك وان هو يبقى له رأي مخالف وكده هو. فيعني لا انا شايف اللي احنا بنعمله، انا عن نفسي شايف ان هو مهم، وانت من القنوات المهمة جدا وجودك وتجربتك وكده هو، زائد ان انت بالذات يمكن في ناس في مراحل معينة لان كانت في شوشرة وفي اشاعات كتيرة عنك، ففي ناس خدت عنك فكرة، ناس كتيرة
وانا الحقيقه انا عشان نبقى صراحه انا في وقت من الاوقات كنت برضو ما كنتش اعرفك، فما كنتش عارف احدد يعني انت ايه بالظبط. فيعني كانت فرصه كويسه ان انك انت الناس تعرفك مش تعرف عنك. هل كنت في المجالس الخاصه بتقعد تشتم فيا وتقولي الواد هل كنت في المجالس الخاصه بتقعد تشتم فيا وتقول الشخص ده كذا وكذا وسلفي وكلام من ده، ولا ما كنت؟ أنا لا انا لا تعالى انا لا انا بص لما بغلط الواحد لا انا انا مش غلط، هو مش غلط، هو مش غلط، انا ما بطلبش كل الناس ان هي تمدحني. لا بس انا اقول لك على حاجه، انا زعلت من حاجه، انا زعلت لما في شباب واخد لبالك طلع ان هو يعمل لافتات معاك وفي الاخر الشباب ده راح، فانا تاثرت جدا من الموضوع. انا انا بس انا عارف ان موقفك انك انت ما قلت للناس ما تتكلمش، حتى انا في حاجات كنت مختلف معاك فيها، مثلا انك انت بتقول يا جماعه ما حدش يتكلم عن النظام، هو النظام هو اللي قمعك، فهو نتكلم طب ازاي نأيدك، بس انت المهم فالموقف ده. بس لما الواحد يقعد مع نفسه طب ما هو انك انت اول حاجه لو العيال دي هتطلع تنتقد النظام عشان النظام بيضطهدك، ما في الاخر هتبقى سياسه وفي الاخر هيتأذوا. هو يعني الحقيقه حيره، يعني الحقيقه حيره، يعني أنا موقفي من النظام ما اتغيرش كتير يا ارنست برضو على فكره، حتى لو كنت غلطان يعني انا ما عنديش مشكله ان انا اقول ان انا غلطان، مفيش حد كلنا بنغلط وبنخبط، انا ياما خبطت بالمناسبه، يعني ياما الواحد لطش، خصوصا لما كنت تحت ضغط في موضوع منع من السفر ده، وكنت حاسس ان ما يعني كان عندي شعور بان ما حدش متفاهم المعاناه بتاعتي كويس، لان بتختلف عن معاناه واحد في السجن مثلا، يعني بيشوفوا كأن السفر حاجة رفاهية، لكن في الوضع بتاع لما تكون محتاج فعلا تسافر وتمنع هتحس ان هو مش حاجة رفاهية. تخيل انت عندك وظيفة تغير حياتك مثلا على سبيل المثال، وعايز تسافر عشان هو اتمنعت مثلا، فتحت الضغط الواحد بيتصدر منه حاجات، لكن في النهاية برضو هو موقفه النظام برضو ما تغيرش. يعني احنا لو المجهود بتاعة الناس اللي تدعو للإطاحة بهذا النظام، لو شفت 90% من الجهود دي هي صدرة من قبل إسلاميين متطرفين جماعة الإخوان وغيرها، 10% من قبل الليبراليين. لو نجحت الجهود دي المشتركة في الإطاحة بهذا النظام، البديل هو نظام إسلامي، البديل هو نظام إسلامي. فهو أنا نفسي الناس تقدر الموضوع ده، لأن في ناس كتيرة بتقول أول حاجة أن مش كل الناس تفهم سياسة، انا مش بالضروره ان انا ممكن انا اعرف في التاريخ كويس، لكن انا ما عنديش إيه. غير كده هو ان فعلا انت بتبقى في حيره، انت ليك انتقادات على اي نظام، حتى على النظام الفرنساوي انت ليك انتقادات على النظام الايطالي، لكن دايما بتسال اول حاجه فكره الثوره دي خلاص ده خراب، خاصه انك انت عشان كده هو انا في واحد قال احنا شعوبنا فيها صعوبات كتيره على ان هي ترتقي، من ضمنها الإسلام، طول ما في إسلام حتى جمال عبد الناصر كويس، عايز إيه أكتر من كده؟ هو ده حقيقي العائق عن الديمقراطية في بلادنا هو وجود الإسلاميين اللي هيخلي أي نظام جنبهم أفضل من الإسلاميين. طبعا إيه؟ مش عارف أعمل إيه، أنا عن نفسي مش عارف. فأفضل أسوأ نظام هو أفضل من نظام الإسلاميين. هل طبعًا. في بديل؟ هل في بديل؟ واخد بالك؟ هل انا يجي في وقت من الاوقات، وانا بخاف من موضوع الدم، يعني انا حتى في قضايا مثلا فيها فساد مثلا في الكنيسه فيها تحرش، انا ما عنديش معلومات فانا ما بطلعش عشان اعمل منشط كبير، لكن لما الكنيسه تصدر قرار وقف لفلان يبقى ده موضوع سليم اعرف اتكلم فيه، لكن انا خاف اتهم الناس بالباطل، يعني مثلا موضوع التحرش اتهم واحد بالباطل، انا اروح من نفسي فين عشان اعمل مشاهدات؟ اروح ادور على القضايا والكلام اللي زي كده هو في القضايا السياسيه زي كده هو، انا اخاف ودايما اكرر يا جماعه اللي امانه في ان هو ما يظهرش بصورته، في يغير اسمه، في فرصه انك انت تعبر عن رايك، لكن ما تعرضش لنفسك، غير كده كل واحد يحكم على نفسه هو يقدر يعمل ايه وفق ظروفه، ظروف احمد غير ظروف ارنست غير ظروف علي غير ظروف جرجس غير ظروف فلان، كل واحد يحدد. لكن وهي دي ترجعنا لنقطه رشيد اللي عمله ليه ايجابيات يكسر التعريص للاسلام، وان الاسلام قابل للنقد، وان ده شيء كويس،
يبقى في رأي والرأي الآخر. لكن من ناحية تانية لما رشيد دي مشكلة أخلاقية مش قانونية، اللي بيعمله ده حقه، لكن مشكلة أخلاقية أنا من وجهة نظري هي المتاجرة بألام الناس. أنا عايز فلان يتضرب عشان أرجع ممكن أعمل له حلقة أو تشوفوا ضربوا فلان الإسلام والمسيحية الحب. لا ما يا جماعة، أنا مشكلتي مع رشيد مش قانونية ولا حقوق، إنه من حقه. مش أنا شايف إن هو المبشرين والدعاء لا أخلاقيين، لا أخلاقيين، دول زي الدود اللي عايز يتغذى على رمم، هم عايزين كوارث عشان يتاجروا بيها. الناس دول أنا مش عارف الناس دي بتنام إزاي بالليل. أنا بكلامي واحد بيتضرب، واحد بيتعور، واحد يتسجن، أنا أروح من هنا والله مشكلة بجد. تفضل صديقي، آسف. لا لا بالعكس، كلامك مظبوط جدا. دي الفكرة، دي الفكرة. حتى لما كنت بقول ان في ايجابيات للنظام الموجود الحالي، يعني ما كنتش بكف عن انتقاده. يعني في ناس انا طول الوقت بنتقد الحاجات الغلط اللي فيه، يعني حتى وانا بدافع عن النظام ده لما كان في الانتخابات وكان بيدوا كوبونات للناس، رحت ادليت بصوتي في الانتخابات وادوني الكوبون دوت قدام اللجنه عشان نصرف بيه 25 جنيه حاجات من السوبر ماركت. انا صورته وحطيته على الفيسبوك، قلت دي مهزله وما ينفعش يحصل الكلام ده. طبعا الناس اللي هم السيسويه مش بغلط فيهم طبعا، ده بوصفهم يعني انا مش بشتمهم ولا بحقهم ان هم يبقوا سيسويه، بس اتخذوا فيها انت بتعمل كده، انت ضد النظام، انت حد كده. نفس الحكايه زي ما الناس المؤيدين بيقعدوا يتهموني، نفس الحكايه الثوار كانوا بيقعدوا يشتموني وياخدوا مني موقف. فكرتي ان احنا مطلوب مننا ان احنا نبقى مجتمع ديمقراطي الاول علشان نقدر نعمل حكومه ديمقراطيه بس. وعلشان نبقى مجتمع ديمقراطي مش ممكن نبقى مجتمع ديمقراطي غير علماني ديني، مش ممكن. لازم نبقى مجتمع ديمقراطي ولازم نكون مجتمع علماني عشان نبقى مجتمع ديمقراطي. هي عشان كده بنقول هي بدايه كل شيء العلمانيه. المشكله الثقافيه هي ان احنا نروج لفكره العلمانيه اللي بيتهموها العلمانيه. انا ملحد شيء وعلماني شيء تاني. لما يطلع واحد زي يوسف زيدان ويقول علمانية يعني الإلحاد، ده راجل مخرف، ده راجل إسلامي، ده راجل إسلامي، راجل إسلامي. نقولها كم مرة؟ بيقول إن الإسلام دين ودولة. إحنا بنقول يا جماعة افصلوا بين الاثنين. ما تبقى مسلم يا سيدي، ما تبقى مسلم. هو مش إسلامي، هو شخصية مختلة بس. هو راجل نرجسي عبد للشهرة، عايز يطلع بس في التلفزيونات فقط عشان يبقى هو ويشار إليه بقى. ما عندوش مشروع، هو ما عندوش مشروع، شخص ما عندوش مشروع. واحنا يعني اعتقد كتاباته ليست جيده بالمناسبه، كتاباته مش سيئه. انا اصطدمت باول كتاب ليه اللي هو اللاهوت العربي، ما قراتلوش حاجه من بعدين. من أسوأ الكتب اللي اتكلمت عن الدين المقارن، اللي هو بينتقد يعني ايه دين مقارن، بينتقده. من أسوأ الكتب الاسلاميه في الاديان المقارنه هو ده. أوه. اسمه يعني الحقيقي هو. أوه. الكتاب ده زفت، وده في مشكله في العقل. يعني كان معايا ابو الجين، هو مش مظبوط، هو كتاب انت تعرف ان الكاتب سيكريشن. ده انا عايز اقول لك معلش على حاجه، لان انا موجود ان هو في الدور اللي فوق فيه، لان انا في الدير ابونا جون. وكان مهتم فاخذ الكتب بتاع يوسف زيدان، في الاخر رماها كلها في الزباله، قال ده لا ده اكاديمي ولا اللي بيقولوا فيه نسق. رغم ان هو كان عنده فكره ايجابيه عنه من قبل ما انا اكلمه. المهم، وإن كتاب اللاهوت العربي ده، قال لي ده كتاب ده إيه ده؟ إزاي واحد يكتب؟ إزاي الكتب دي بتطبع؟ إزاي الكتب دي بيقول لك مش عارف، حتى يوسف زيدان بعد الكتاب مش عارف الطبعة 14 ما بقاش يعد عدد الطبعات. دي كارثة، دي كارثة. هو أنت عارف الحقيقة إيه؟ أنت عارف الحقيقة للأسف، يعني الناس بتقعد تقتني الكتاب على شهرته، ما بتقرأهوش، تحط في المكتبة يقول لك أنت قرأت كتاب اللاهوت العربي؟ آه برافو، أنا قرأته أنا كمان. هو ما قرأهوش اصلا، او قرأه ما فهمش حاجه، لان هو هو سيكولوجي، هو الكتاب وحش جدا، هو كتاب وحش جدا. في النهايه يعني انا بقول بالنسبه لي انا حريص جدا على ان انا لا اكون في يوم من الايام اداه من ممكن الاسلاميين يصلوا بها للسلطه. انا مش قادر اتكلم في الموضوع، ما عنديش فكره عنه، الامور مش واضحه بالنسبه لي، مش شايف في بديل، فانا اصمت عن اي امر سياسي. انا ما بتكلمش في السياسه، ولا يمكن اني اكون اداه الاسلاميين يطلعوا على قفايا. ده امر واضح، اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه عاجبه، اللي يسميه ده يسميه زي ما يسميه. ده بالنسبه لي. فمعلش صديقي، يعني الجزء الاول والجزء الاخير احنا بنناقش مع بعض يعني
اوكي احنا ممكن برضو نبقى يعني نطلع نتكلم مع بعض في مواضيع مختلفة، ممكن انا استضيفك برضو في قناتي علشان تحل علينا البركة، والناس طالما الناس بتحب الحوارات بتاعتنا مع بعض يعني ده كرم منهم يعني، فاحنا برضو بنحبهم نعمل لهم حلقات مشتركة يعني. يكون لي الشرف طبعا صديقي العزيز. وبعد كده هو يعني كمان عشان انا قايل لك نبوه وهو على الهواء، هتشوف السنه الجايه هيبقى وضعك ايه، خليك تقرب نفسك بس اوعى عشان هتشوف زي ما بيقولوا اللبنانيين تزعبر عشان تقول ان انا غلطان. لا انا مش غلطان، انا مرهق. لا ان انا غلطان، ان السنه الجايه هتبقى ظروفك زي الفل. شكرا ليك وتصبح على خير صديقي. شكرا لكل اللي تابعونا، ومره تانية يعني اللي احنا بنقوله احنا بنحاول نفتح مواضيع. حتى امبارح انا كان معايا ابونا جون كنا بنتكلم عن عقوبه الاعدام. انا عارف ان في ناس كثيره مختلفه معايا في قضيه الاعدام، لكن انا شايف ان هي عقوبه همجيه، وان دي من اثار الاديان والحضارات المتخلفه الرجعيه قبل الارتقاء الانساني، وممكن اتكلم في الموضوع ده كتير. انا عارف ان ده بيزعل الناس، لكن انا يعني هجاملكم ولا انا اخون ضميري عشان الناس تعجبها. ونفس عندي موقف برضو من المثليين ان هم ليهم حقوقهم ومحدش جاء جنب مؤخرتك، فلم نفسك انت. اي كلام مهين دي قلة ادب منك، زي اي كلام ضد الاقباط برضو دي قلة ادب منك. في تعليق عندك اتفضل. في تعليق عندك بس ما تنساش ترد عليه قبل ما تختم، عشان هو واضح ان صاحبنا ما فهمش كلام يعني على الدكتاتورية والإسلاميين. يعني يقول لك انتوا كأن احنا اللي فرضين الواقع ده، او فرضين على الناس يختاروا ما بين كده او كده. مش حقيقة. احنا مش فرضين على الناس ان هم يختاروا ما بين البديل هو الإسلاميين، بس هو الواقع هو اللي كده. الواقع هو اللي بيقول ان البديل هيبقى الإسلاميين، الا ان يحدث تغيير في المجتمع. واحنا مش قاعدين ساكتين، احنا زي ما انتم شايفين احنا بنحاول نعمل تغيير في المجتمع، تغيير حقيقي مش تغيير سطحي او تغيير وهمي يعني. وعلى اي حال لو انا شايف ان هو ده يعني تحليل للواقع هو كده، ممكن اكون انا غلطان، ممكن واحد ليه راي تاني ان في طريق ثالث فيتفضل فيه، يعني احنا مش بنحجر عليه. بس انا طب انا لو شايف الوضع كده هو هتصرف بناء على قناعتي. عايز تتهمني بالخيانه براحتك، ما هو كله صهيوني، اتهم يا سيدي. مفيش مجال للمغامره، عميل متآمر بتاع النظام، يعني قول اللي انت عايز تقوله، لكن يعني انا مجال للمغامره زي ما انا بيه، لكن ما بفرضوش على حد. اتفضل. مفيش مجال للمغامره بالطريق الثالث ده، يعني التاريخ احنا اخترنا الثوره مثلا عشان نعمل دوله مدنيه ليبراليه. يوم 25 يناير انا كنت في الميدان على فكره، وكنت في القاهره، كان الموجودين كلهم ليبراليين واشتراكيين يسارين. يوم 28 يناير كانوا الليبراليين اقليه والاغلبيه اخوان مسلمين وجماعات اسلاميه. ف هتعمل نفس التجربه، هتكرر نفس التجربه. ودلوقتي مفيش فرصه للمغامره، لان البلد امكانياتها ما تسمحش بكده، لا تتحمل ضريبه ثوره فاشله اخرى، لا تتحملها. هتوصل للانهيار، هتوصل للانهيار الكامل. على اي حال هي دي وجهه نظر الاستاذ احمد، لكن هو عادي من حقه يعبر عن وجهه نظره. اللي واحد شايف حاجه تانية فكل واحد حر يعمل، بس نبطل نخون بعض يعني. فيش واحد وطني اكتر من التاني يا جماعه، خفوا. صح. انا برضو نحترم الجميع فعلا، لكن الثوره الحقيقيه، لا الثوره لازم تحصل لما يكون في كتله حرجه داخل المجتمع بتتبنى افكار نيره يعني. وانا اعتقد اللي احنا بنعمله ده، طول ما احنا اتكلمنا عن تقصير، ونتمنى قنوات تانية تظهر وناس تتبنى قضايا حقيقيه، مش الحاجات الحوادث والقضايا والمنشتات الكبيره. كل واحد حر يعني، ده مهم وده موجود وكده هو، المهم تبقى فيه حريه. على اي حال ان نتمنى يبقى فيه ناس كتيره تتكلم بحريه، واعتقد ان ده بيعمل بيغير الوعي. يعني انا بندهش لما بنزل مصر لقيت في ناس عايزه تقابلني، ناس ولا كنت اتخيل اللي جاي من كفر الشيخ واللي ما اعرفش مين الناس دي وعرفتني ازاي. المهم يعني فلا، اللي احنا بنعمله مؤثر، ومع الوقت هيبقى مؤثر اكتر. واحنا في اتجاه ثقافة وتغيير المفاهيم وحوالين الحقوق ونقد الاديان. نقد الاديان ده شيء، وبعد كده لما نيجي نتكلم عن الحقوق ده شيء تاني، وبعد كده والسياسه شيء ثالث. احنا يعني انا عن نفسي مش بتاع سياسه يعني، مش في السياسه وكده. هو على اي حال ان احنا ما مش ساكتين،
وانا شايف ان هو ده الطريق الصح النحو والوعي. تمام، دي اخر مره بقى، شكرا. سلام ارنست، عشان البرد ده بقى خد حاجه دافيه كده ولا مسكن ولا حاجه تظبط نفسك. اوكي، جايب من بلجيكا. السلام عليكم. الله يسلمك، شكرا ليك وشكرا لكل اللي حضروا. نتمنى ان هي تكون حلقه خفيفه. شكرا للناس اللي بتكتب لنا تعليقات لطيفه، بصراحه انا بقرا التعليقات لما كنا متضايق من حاجه، بدخل اقرا التعليقات على الحلقات على القناه بتاعتك، بتديني يعني بتديني حافز، فانا ممتن للناس اللي بتكتب تعليقات لطيفه، ممتن للناس اللي ما بتكتبش اسماء يعني معينه هم عارفينها ما ينفعش ان هي تتكتب قدامنا يعني او قدام حد يعني. تمام، خاصة ولا حتى بالسوق يعني، واخد لبالك احنا كنا بالخير يعني مش موجودين، كل واحد وكان الله في عون الجميع، وممكن يكون هم برضو على صواب، ودي وجهة نظرهم وتقييمهم للامور، ويهدي من يشاء واخد لبالك، وما حدش يكتب لنا اسماء غير مرغوب فيها في التعليقات بس. تمام، فالمهم يعني نتمنى انه برضو على الاقل ان احنا بنفتح مواضيع، مش بنفرض اي شيء، ولو الناس بعد كده تكون قناعاتها وافكارها وتتطور ده شيء يبقى جميل. شكرا لكم وشكرا لكل المجاملات والتعليقات الايجابيه، ممتن لكم جدا، وسعيد كمان لكل التعليقات الايجابيه لاحمد اللي بتخليه حتى لما يبقى مكتئب شويه يقراها ترفع من معنوياته، فانا سعيد يعني، انا مبسوط من الحلقات دي اللي ترفع معنويات صديقي. شكرا لك يا صديقي. شكرا لك حبيبي، تسلم. سلام. إلى اللقاء.